مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. اخبار كثيره متنوعه معانا النهارده، بالتحديد فيما يتعلق بالاخبار المحليه وفيما يتعلق باخبار النادي الاهلي في ظل الاحداث المتتاليه على مدار الايام القليله جدا السابقه. عندنا كلام كثير قوي هنتكلم فيه. الجزء الثاني من حلقه النهارده زي ما احنا متعودين كل خميس بيكون معانا الاستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيض في الحديث كالعاده في كل الامور والملفات. قبل ما نتكلم نروح نشوف اهم وابرز عناوين حلقه النهارده. يلا. الاهلي لن نخوض اي مباراه في الدوري قبل القمه. فايلر يرفض الراحه بعد تاجيل القمه. وزير الرياضة يبحث مع رئيس الكاف إنهاء اتفاقية المقر. البدري يطلب خوض ودية يوم 8 نوفمبر بدون الدولي. وساديو ماني يكشف كواليس أزمته مع صلاح. في الأول عايز أقول حاجة، يعني أنا امبارح وإحنا بنتكلم من خلال حلقة كلام في الميديا وكنا بنقول البعض بيتساءل عن موقف النادي الأهلي، الواحد كان بيجز على أسنانه كده يقول هو الأهلي ما ردش ليه لحد دلوقتي؟ هو الأهلي ما طلعش أي بيان ليه خالص؟ يعني كانت حاجة غريبة شوية، ودايما الواحد بيفكر بالطريقة دي لأن هو واحد من جمهور النادي الأهلي وبيقرا الموقف والمشهد بيبقى ماشي إزاي وكلام من ده. لكن في الحقيقة أنا عايز أحيي كل التحية وكل التقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي. ليه بقى؟ لأنه تريث ودرس الأمور بكل معطياتها بشكل دقيق جدا، وده المطلوب دايما. وبالمناسبة مش مجلس الإدارة الحالي بس، لا هو سيستم في النادي الأهلي. في أزمة حصلت، في تأجيل حصل، بس أنا مش باخد قرارات سريعة، مش بتكلم بسرعة، مش بعمل مداخلات وأقول أنا هعمل إيه وكلام، لا لا لا، أنا بدرس الأمور وبقيمها، وبناء على كل هذه التقييمات وهذه الدراسة باخد قراري، وده اللي عمله مجلس إدارة النادي الأهلي. فالحقيقة يعني كل التحية وتقدير ليهم، لأن ده تصرف صحيح جدا ولازم كلنا نتكلم عليه في البداية. بالتالي بعد ما تريثوا وبعد ما فكروا ودرسوا كل المعطيات قرر النادي الأهلي إيه؟ طبقا للبيان اللي خرج من حوالي ساعتين ثلاثة بالكثير قوي، إن يا جماعة إحنا مش هنلعب أي مباراة في الدوري غير لما نلعب مباراة القمة. ليه بقى؟ الموضوع ده فيه شقين. طبعا البيان قدام حضراتكم على الشاشة، وأكيد حضراتكم طبعا كلكم قريتوه من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الشقين إيه؟ الشق الأول إن النادي الأهلي بيحترم وبيقدر جدا جدا إيه التداعيات الأمنية والجوانب الأمنية، والقرار ده مفيش خلاف عليه. الأهلي بيقول إن دايما بيبقى ليه القرار الأول والأخير في كل الأحوال، وكمان اشار لجزئيه مهمه ان دايما الامن في مصر بيقدر ان هو يامن كل الاحداث الرياضيه. وبالمناسبه احنا كنا بنتكلم قبل ما البيان يطلع امبارح في هذه الجزئيه ان الامن المصري بيقدر ان هو يساعد في اقامه كل المحافل الرياضيه المهمه بشكل عام في مصر، والدليل على كده وده اللي مكتوب ايضا في بيان النادي الاهلي ان كان في بطوله الامم الافريقيه قبل كده في مصر من كام شهر ب 24 منتخب، ونجح الامن المصري في تأمين هذا الحدث في حضور على العديد والعديد والآلاف كمان من الجماهير بشكل عام مختلف الجنسيات في كل المباريات وكل الملاعب في مصر. فده دور مهم جدا رجال الأمن، والنادي الأهلي بيقدر هذا الدور بشكل كبير جدا. كمان النادي الأهلي قال يا جماعة ان احنا ما كناش معترضين خالص ان نلعب مباراة القمة في برج العرب، رغم ان كان محطوط في الجدول ان مباراة القمة هتبقى في استاد القاهرة، لكن احنا ما كانش عندنا اي مشكله طبقا للجهات الامنيه ورؤيتها ان نلعب في برج العرب ومن غير جمهور كمان، لكن برضو ده قرار الامن واحنا بنحترمه، ودي جزئيه برضو مهمه ولازم نركز عليها. اذا النادي الاهلي ايه؟ بيحترم ويقدر قرارات الجهات الامنيه، مفيش خلاف على الجزئيه دي. امال النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي بيضع اتحاد الكره امام مسؤولياته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي كاتحاد كره انت حطيت لي جدول مسابقه، مواعيد مباريات بترتيب معين بأيام معينة بكل هذه الأمور، كل هذه الترتيبات، فأنت ملزم إنك تمشيني وتمشي الدوري المصري والنظام يطبق بأي طريقة من الطرق. هتقولي إزاي يعني هيلعبوا ماتش غصب عن الأمن؟ لا طبعًا،
الموضوع بسيط، اجل الماتشات لغايه لما الامن يلاقي وقت مناسب نلعب فيه مباراه الزمالك عشان نمشي بترتيب. هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ الاهلي عايز يعمل ايه من الاخر؟ الاهلي عايز يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص اللي كان اللي ما كانش كان موجود خلال السنه الماضيه، ما حصلش وكان في ازمات كتيره جدا. السنه اللي فاتت حصل ايه؟ تاجيلات قد كده ومواعيد مباريات تتغير مرتين وثلاثه وحاجات كتيره حصلت وادى لمشاكل عديده وامور كنا في غنى عنها وكان موسم استثنائي. الاهلي بيحاول يساعد على عدم تكرار هذا الموسم الاستثنائي، وده دور النادي الاهلي الكبير. دايما الانديه الكبيره لازم يكون ليها دور في الموضوع ده، مش بس ان انا ادور على مصلحتي. أو ممكن النادي الاهلي يقول لك خلاص ماشي العب جونه وماتش الزمالك يبقى يتلعب بعدين، لا احنا عايزين نظام محدد والنظام بشكل مظبوط زي ما تم الاعلان عنه من قبل اتحاد الكوره. والمشكله كمان هنا ايه؟ ان اتحاد الكوره لما اعلن وعد كمان انه هيطبق المباريات والنظام بشكل زي ما تم الاعلان عنه، لكن ده ما بيحصلش دلوقتي. من الاخر كده اعتقادي، يعني اعتقادي الشخصي بعيد عن قرار النادي الاهلي وبعيد عن بيان النادي الاهلي، انه واضح ان كان فيه في الامور امور، واضح ان كان فيه طرف من الاطراف حاولت ان هي تاجل مباراه القمه بناء عليه. ممكن يكون البيان ده خرج عشان كده، لكن في كل الاحوال الهدف الاساسي من هذا البيان هو مراعاه مصلحه الكره المصريه، لان في الحقيقه كل الانديه رتبت نفسها على مباريات بطريقه معينه او بترتيب معين، سواء من الجانب التسويقي، الجانب الفني، بعديد والعديد من الجوانب. لان يا جماعه في الاخر الكره صناعه، الكره مش مجرد لعبه ترفيهيه انت بتلعب وخلاص وبنجمع 11 لعيب من هنا ومن هنا وبنلعب، لا طبعا. زي العالم كله دلوقتي بالنسبه للكره دي صناعه، والرياضه بشكل عام صناعه مهمه جدا يجب احترامها ويجب مراعاه كل من يعمل في هذا المجال، بالتحديد فيما يتعلق يعني باللاعبين والجهاز الفني وترتيباتهم لكل المباريات. فبالتالي النادي الاهلي في كل الاحوال بيضع اتحاد الكره امام مسؤولياته، وان انت تحاول تتصرف وتحل، واحنا مستنيين الامن يقرر ميعاد جديد لمباراه القمه، ومش هنلعب اي مباراه، مش هنلعب اي مباراه، ده كلام النادي الاهلي، قبل ما نلعب مباراه القمه. في الحقيقه كلام محترم جدا. كأهلاوي مبسوط جدا من بيان ده بصراحه. انا بحب اتكلم دايما بصراحه، يعني لان حسيت ان النادي الاهلي مش بس بيفكر في مصلحته، لا بيفكر في مصلحه الجميع، وده شيء مهم جدا. وفي نفس الوقت هو دايما بيحترم الامن من خلال ما احنا اتكلمنا وعدنا وزدنا في الجزئيه دي. فهنشوف الامور الفتره الجايه هتبقى عباره عن ايه. كده يا جماعه الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ الفريق الاول بيعمل ايه؟ بيتمرن بس. طب الماتش الجاي عنده مين؟ هتسالني تقول لي الماتش الجاي مين؟ هقول لك مباراه القمه. ازاي يا عم مباراه القمه اتاجلت؟ لا هي اتاجلت، بس احنا مش هنلعب، النادي الاهلي مش هيلعب غير بالترتيب المباريات اللي عنده، انه هيلعب ماتش القمه. وقت ما الامن يشوف ميعاد مناسب للفريقين اهلي وزمالك، وده اللي اكد عليه النادي الاهلي في البيان تقريبا يعني، او اكيد يعني زي ما قريت البيان قبل ما ادخل الهواء، راعي مواعيد مباريات الفرقتين افريقيا وحدد مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه بالتنسيق مع الامن في التوقيت اللي يناسب الامن، واحنا ما عندناش مشكله، ونبتدي المباريات بشكل طبيعي جدا، بدايه مباراه القمه وبعد كده توالي المباريات طبقا لجدول كل فريق في البطوله. لكن في المقابل نادي الجونه تضامن مع النادي الاهلي، واللي كان عنده موقف اساسا من اول امبارح واتكلم فيه وقال لك بعد ما طلعت الانباء اصلا ما كانش لسه في قرار رسمي، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه احنا متضامنين مع النادي الاهلي، ده كلام بقى النهارده، ومش هنلعب مباراه الاهلي يوم الاربع غير لما الاهلي يلعب مباراته مع الزمالك. هم عندهم مباراه يوم الخميس اعتقد النهارده مع نادي اف سي مصر، هيلعبوها عادي تمام، لكن في نفس الوقت بيقول لك ايه؟ انا مش هلعب ماتش الاهلي بتاع يوم الاربع غير لما الاهلي يلعب مباراته مع الزمالك، عشان نظرا لمبدا تكافؤ الفرص واللي دايما بينادي بيه كل الانديه. وفي مواقف في الحقيقه من عدد كبير جدا من الانديه على مدار اليومين اللي فاتوا، احنا عرضنا لحضراتكم هذه المواقف من خلال امبارح واول والنهارده كمان، ده موقف نادي الجونه، وبناء على تصريحات لمدير الشركه المسؤوله عن اداره فريق الكره بنادي الجونه هو الاستاذ نادر شوقي، واللي قال نرفض مواجهه الاهلي يوم الاربع المقبل، وبنتضامن ومؤيدين جدا لبيان النادي الاهلي اللي بيصب على حد تعبيره هو نادر بيصب في مصلحه نادي
الجونه عشان برضو مبدا تكافؤ الفرص. هو احنا عايزين في الاخر؟ احنا عايزين ان احنا ما نشوفش موسم تاني زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات حصل فيه كوارث وتاجيلات ومباريات، وموسم حضراتكم عارفينه وعشتوه لحظه بلحظه وخلص على مدار 363 يوم، يعني سنه كامله كان في دوري، بخلاف طبعا التاجيلات اللي كانت بسبب الاجنده الدوليه وكان من ده، لكن كان في تاجيلات بطريقه غريبه وكلكم طبعا عارفينها. فالنادي الاهلي بيحاول ان هو يكون بقدر المسؤوليه كنادي كبير جدا في مصر، ان هو يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص ويحافظ على سيستم الكره المصريه والدوري. طب ليه اتحاد الكره نفسه ما يعملش كده؟ ده سؤال بيطرح نفسه. ليه اتحاد الكره ما حاولش بشكل مستميت في اقامه هذه المباراه، خصوصا في ظل زي ما قلنا امبارح كان في مثلا عرض من نادي الجونه، يا جماعه تعالوا العبوا الماتش عندنا، نروح نلعب طب في برج العرب بدون جمهور، رغم ان كان في ماتشات كتيره جدا برج العرب عدد جماهيري كبير جدا تم تامينه بشكل كبير، والامن دايما بينجح في كل هذه المهام بدون نقاش، ما فيهاش اي نقاش، ما شفناش اي مشكله واحده على مدار اي بطوله دوليه اقيمت في مصر او اي مباراه افريقيه لاي نادي في مصر او اي مباراه محليه لاي نادي في مصر، ما كانش في اي مشكله في حاله حد حضور الجماهير، بدليل كمان مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي كانت ب 5000 مشجع لكل فريق. فكل هذه الاقتراحات اتحاد الكره ما سعاش ليها بشكل جدي، وده اللي اكدنا عليه امبارح، وهي دي المشكله وهي دي الازمه. دلوقتي اتحاد الكره في موقف صعب، هتعمل ايه؟ هنشوف على مدار الساعات المقبله اتحاد الكره هيعمل ايه، وخصوصا في ظل ان كل الانديه مش عايزه تلعب مبارياتها الا لما يمشي الجدول بالترتيب زي ما وعد اتحاد الكره في بدايه الموسم، لان ده شيء مهم قوي. ولو يا جماعه، وده المهم جدا، لو الموضوع اتكرر تاني ومباريات اتاجلت مش عارف بدايه مباراه الاهلي والزمالك دي، هي خلاص المباراه مش يوم السبت، شوف اوعاد جديد ليها. لو مشينا باللخبطه بتاعت السنه اللي فاتت هنفضل في نفس القصه دي، واحنا عمالين ننادي من السنه اللي فاتت يا جماعه عايزين نشوف دوري منتظم، عايزين نشوف كره مصريه حقيقيه بشكل جيد وطبيعي وممتع لجماهير الكره في مصر، وده اللي احنا بنسعى ليه دايما، او كل الناس بتسعى ليه، كل محبي الكره المصريه. والكلام ده مش هيحصل غير لما تراعي مبدا تكافؤ الفرص، وتراعي، مش مصدق لغايه دلوقتي ان احنا من السنه اللي فاتت بنتكلم في موضوع مبدا تكافؤ الفرص، لسه في نفس الازمه، لسه ما اتحركناش خطوات لقدام. اتفقنا خير باتحاد المصري لكره القدم في البدايه، اللجنه الخمسيه الموجوده لما عملوا الجدول الدوري بالملاعب بساعه كامل ماتش، كل ماتش كل فريق وكل هذه الامور. في الحقيقه اتفقنا جدا وانبسطنا قوي، قلنا الناس دي جايه تشتغل صح، الناس دي عايزه تعمل حاجه، بس مش مع اول ازمه كده يبقى خلاص الموضوع هنخش بقى في نفس الدوامه. لازم تشوف حل، لازم تتصرف، وده بحكم منصبك، بحكم ان انت اللي بتدير الكره في مصر. فاحنا منتظرين من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يحاول يعالج هذا الامر باي طريقه من الطرق، مع كل الاحترام والتقدير للجهات الامنيه. وفي الحقيقه احنا عايزين نناشد برضو الجهات الامنيه بالمناسبه، يا جماعه انقذوا الكره المصريه من الانهيار، لان بالطريقه دي الكره هتنهار. هتقولي طب ما الموسم اللي فات خلص وكان موسم استثنائي، ما انت مع توالي المواسم كل موسم يحصل فيه نفس الازمات هتلاقي خلاص الدنيا بقى بتضيع منك، لكن ممكن تحاول تنقذ نفسك. دور الامن دور مهم جدا، هم ان شاء الله باذن الله في ايديهم ان هم يلحقوا وينقذوا الكره المصريه وينقذوا بطوله الدوري المصري، لان دي صناعه مهمه جدا وعنصر هام جدا بالنسبه للشعب المصري، هي كره القدم والرياضه بشكل عام، بس اهمها طبعا لعبه كره القدم. فكل الامور في ايد الامن ان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم كمان يساندوا ويساعدوا في استكمال الموسم بالشكل الطبيعي دون تحيز لاي طرف من الاطراف، يعني ده بيبقى شيء مهم. طبعا الامن ما فيش اي تحيز عنده، لكن في بعض الامور كده الواحد يعني مش عايز يتكلم فيها بالتحديد من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، لازم ياخدوا بالهم من هذه الجزئيات. اذا هنترقب الفتره الجايه الدنيا هتمشي ازاي. في المقابل النهارده في ماتشات في الدوري. اول ماتش كان في تمام الساعه 3 عصرا ما بين نادي مصر والجونه، وانتهى بتعادل سلبي 0-0، يعني الجونه خلاص لعبت كمان. وفي ماتش تاني بيتلعب دلوقتي النتيجه كام يا جماعه قولوا لي، اللي هو مصر المقاصه والمصري، ومع نهايه الشوط الاول التعادل السلبي 0-0. في مباراه اخرى ما بين انبي والانتاج والتعادل السلبي ايضا 0-0، الاسبوع كله من غير اهداف، واضح ان الكره حزينه على وضع الكره المصريه يعني. ومباراه اخيره هتكون بالليل النهارده في تمام الساعه 8 مساء ما بين بيراميدز وسموحه في الدوري المصري. المفروض طبعا الاسبوع ده اللي يشمل مباراه الاهلي والزمالك، لكن خلاص المباراه مش هتكون يوم السبت القادم. تمام، هنتابع الامور لحظه بلحظه
وهنشوف التطورات هتوصل لحد فين بشأن الكرة المصرية، خصوصا بعد البيان الهام والمميز جدا جدا من قبل النادي الأهلي اليوم، اللي أكيد حضراتكم كلكم تابعتوه وحاولنا إن احنا نوصل لحضراتكم بطريقة أبسط بكتير. نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة إيه. يلا المساء. بعد أدائه المتميز في مباراته الأخيرة أو في مبارياته الأخيرة، بايلر رفض اعتزال أحمد فتحي، المدير الفني يتمسك بنجم الأهلي ويشيد بروحه العالية وإمكانياته الفنية. أوكي. في الأخبار المسائية، غضب في الأهلي، بايلر حزين عن من تأجيل القمة 119 ويبحث ملف المصابين. الجمهورية، بعد تأجيل القمة بايلر الغاضب يفك حصار الأهلي. الأخبار، غموض في الأهلي وبايلر في حيرة، المدير الفني يتساءل بعد التأجيل أعمل إيه. الأهرام، بايلر يتساءل ماذا أفعل ومع من سنلعب ومتى. الخطيب، الأهلي يحترم الأمن وقراراته والأعضاء يطالبون بالجمعية طارئة. الوفد، الأهلي يلتزم الصمت ويرفض التعليق وتجربة ودية قبل لقاء الجونة، ده خبر قديم شوية. الشروق، فايلر غاضب من قرار التأجيل لأجل غير مسمى، المدير الفني يستفسر عن أسباب عدم خوض اللقاء ويترقب موقف مواجهة الجونة. الوطن، الأهلي يبحث عن ودية لتعويض القمة وفايلر يستعجل تجهيز قناع وجه محسن العودة للتدريبات. مهاجم الفريق يعلن جاهزيته للمران الجماعي وبرنامج تأهيلي استعدادا للجونة. اليوم السابع، الأهلي يتلقى عرضا لمواجهة انتر ميلان الإيطالي نهاية ديسمبر، بايلر يدرس خوض مباراة ودية بعد تأجيل القمة واللاعبون يصرفون مكافآت الفوز بالسوبر المحلي. المصري اليوم، الأهلي يواجه النجم الساحلي على ملعب رادس، بايلر يعدل البرنامج التدريبي بعد تأجيل القمة، تحذير من مشاركة السولية أمام الجونة. الدستور، مروان محسن ينتظر قناع الوجه للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. رمضان صبحي يطلب الانتقال إلى أستون فيلا في يناير، واتصالات مع إكرامي لإقناع اللاعب بالبقاء. الفجر، 100 مليون جنيه ثمن تحصين رمضان صبحي في الأهلي. كالعادة أخبار بعضها غريب يعني في الحقيقة، مع كل الاحترام والتقدير لكل الصحفيين يعني، لكن في الأول عايز أطمن على فريق نادي الأهلي اللي بيستعد للمباراة المقبلة اللي هي إيه؟ مباراة القمة لما يتم تحديد ميعادها. لما تحددش ميعاد مباراة القمة قبل أول مواجهة أفريقية للنادي الأهلي، إذا النادي الأهلي بيستعد لأول مواجهة أفريقية هتكون إمتى؟ مع نهاية شهر نوفمبر، اللي هتكون مع مين؟ مع النجم الساحلي هناك في تونس، وهنتكلم في الأمور دي، لكن بالتحديد ده اطمن على الفريق. نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. تحياتي ليك يا زميل أمير، برحب بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين. أخبارك يا كريم؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طمنا على مران نادي الاهلي وبرنامج التدريبي عباره عن ايه في ظل كل هذه اللخبطه وكل هذه الامور اللي بتحصل دلوقتي في الكره المصريه. والله يمكن في البدايه طبعا يا امير كل التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيحاول يوفر كل المناخ للدوري العام بالكامل وكل الفرق وليس النادي الاهلي فقط. البيان يمكن اللي صدر من ساعات قليلة جدا يدل على كلهم في مسؤوليته، النادي الأهلي بيضع الجميع في مسؤولياته، بيطالب أن يكون كالعادة زي ما تم الاتفاق خلال الأيام الماضية والشهور الماضية جدول منتظم، ما يكونش فيه أي تأجيلات، لكن بنتمنى إن شاء الله بإذن الله بعد صدور بيان للنادي الأهلي يكون فيه تنسيق، يكون فيه تشاور، يكون فيه أمور، لأن هيكون فيه ضرر كبير جدا على مسيرة الدوري العام وليس على النادي الأهلي فقط. أرجع معاك أمير للتدريبات، كالعادة يمكن مستر بايلر النهاردة اجتمع باللاعبين، كانت فترة مطولة شوية، واضح إن الراجل بيحاول إن هو يتكلم معاهم في كل الأمور الخاصة بالفترة القادمة. يمكن النادي الأهلي مباراة الزمالك مع قرار مجلس الإدارة، النادي الأهلي قال إن هو مش هيلعب إلا مباراة الزمالك بعد الدوري العام، ومنها مباشرة مباراة الجونة اللي هتكون عقب مباراة الزمالك النادي الأهلي المفروض هيواصل فيها. فيمكن معذور طبعا مستر بايلر والجهاز الفني بالكامل، هل التحضير هيكون لمباراه الزمالك في مباراه الفيديو ولا التحضير هيكون لمباراه الجونه، لكن كل الامور دي بيبذل فيها مجهود كبير جدا الجهاز الفني. كابتن سيد عبد الحفيظ بيحاولوا ان هم يوفروا مناخ
طيب وجيد، بيفصلوا اللعيبه بشكل كبير جدا عن كل الامور المحيطه بالفريق. التركيز فقط في التدريبات، الجديه كالعاده والحماس هي اللي فرض اسلوبها على تدريبات النادي الاهلي. النهارده التدريب امير يمكن ما نقدرش نقول في جزء خططي وتكتيك على قد ما هو فيه يعني كلها حاجات فرديه وحاجات ثنائيه. يمكن مستر فايرال مخصص 20 دقيقه او 25 دقيقه، 2 ضد 2، 3 ضد 3، كلها حاجات فيها مهارات، فيها ارتكازات، فيها ترنات، فيها حاجات فيها قوه وحماس كبيره جدا. وحاله اللعيبه اللي بناكد عليها من خلال مداخلاتنا المستمره في قناه النادي الاهلي، حاله اللعيبه المعنويات مرتفعه بشكل كبير، الاصرار والجديه، الحماس، كل الامور دي. يعني النادي الاهلي كنا بنتمنى ان ما يبقاش في اي تعطيل لمسابقه الدوري العام، سواء مباراه الزمالك برج العرب زي ما قلنا في مباراه القاهره، لكن لابد يكون في المباريات في ميعادها ويكون المستوى والعدل على جميع الفرق. ايضا كمان حراسه المرمى ميشيل مدرب الحراس اللي بيقوم بدور كبير جدا، واضح لمسات الحياه امير على كل الحراس، سواء في التدريبات، في المباراه الوديه الاخيره، مباراه الاعلاميين، في كل التدريبات اللي فاتت واضح لمساته الكبيره جدا على كل الحراس، وتحديدا كمان الشناوي الدور الكبير اللي بيقوم به حراسه المرمى. والمنافسه الشريفه مطمنانا ومطمنه كل جمهور النادي الاهلي على حراسه المرمى في النادي الاهلي. لكن ارجع معاك امير ثاني، نتمنى جدول الدوري العام ينتظم، نتمنى النادي الاهلي ياخد حقه، كله دلوقتي فيه مسؤوليه كبيره جدا. ان شاء الله باذن الله يكون في حل، يكون في انفراجه في هذا الامر. النادي الاهلي بيطلب للجميع وليس بيطلب ليه النادي الاهلي فقط لغيره، ما يكون في مبدا تكافؤ الفرص في كل الانديه وليس النادي الاهلي فقط. بالظبط يا كريم، واحنا عايزين ناكد على حاجه، ان الموضوع ملوش علاقه بان هي مباراه اهلي وزمالك. يعني الاهلي مثلا لو كانت مباراته اللي جايه مثلا اللي هي في الاسبوع الرابع بدل الزمالك هيقابل الجونه، كان هيطالب ان هو يلعب الجونه الاول قبل ما يلعب اي حد تاني. يعني هو الاهلي في كل الاحوال يا كريم عشان نوضح للناس هو عايز يعمل ايه، عايز الامور تبقى منتظمه طبقا للشكل الطبيعي اللي حطه اتحاد الكره من بدايه الموسم، صح؟ بالظبط يا امير، بالظبط، انا بتفق معاك تماما في هذا الامر. النادي الاهلي هدفه هو مصلحه الكره المصريه، النادي الاهلي طبعا صب كبير وهو النادي الاول في افريقيا، لكن انتظام بطوله الدوري العام وجدول الدوري العام هيبعد عننا امور كثيره جدا، هيبعد عننا تلاحم المباريات المستمره على جميع الفرق، هيبعد عنك اصابات، هيكون في انتظام، هيكون في اشاده من كل الناس على انتظام بطوله الدوري العام، ترتيباتها، مواعيدها، جدولها، كل احترام طبعا للامن وتقديره للامن طبعا. لكن طبعا النادي الاهلي بيتكلم في امور مرئيه وامور بسيطه جدا جدا، وهي ان تكون المباراه في ميعاد اخر، وهي مباراه نادي الزمالك. ويمكن النادي الاهلي قراره كان قوي جدا ورد كبير جدا ورد مدروس، يعني النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر مناخ كبير، لكن كل الظروف المحيطه بالفريق المحيطه بالجهاز الفني اكيد بيبقى لها تاثير بشكل كبير. فده دور مجلس الاداره اللي هو بيحاول امير في كل خطوه في كل امر ان هو يكون مناخ طيب، مناخ جيد، يتاح للفريق على مواصله الانتصارات. النادي الاهلي ماشي بشكل جيد ومميز وطيب جدا، وكلنا مستبشرين كتير في بطوله الدوري العام والبطوله الاهم البطوله الافريقيه. فبنتمنى ان شاء الله يعني النادي الاهلي ياخد حقه، النادي الاهلي ياخد، يبقى في مبدا تكافؤ الفرص كالعاده ليه كل اللاعبين، كل الانديه، كل الانديه تاخد حقها، مش الاهلي بس، كل الانديه. ده الهدف اللي النادي الاهلي ومجلس اداره بيسعى ليه. نقطه اخيره كمان وهي مروان محسن. انا كنت عايز اختم معاك بالاصابات. بالظبط يا امين، يعني النهارده يمكن نحاول نطمن شويه كل جماهير النادي الاهلي. مروان النهارده يمكن سالتني من يومين على هل بيشارك في التدريبات الجماعيه او بيشارك في جزء من التدريبات. النهارده يمكن اول مره نشوف مروان بيشارك في جزء بسيط جدا لكن دون احتكاك، في كان في تمرين كبير جدا على كل اللعيبه من الجهاز الفني، ما بقاش في اي احتكاك مع مروان محسن. النهارده خد جرعه بسيطه كده من الاستدبات، التنسيق مستمر والتواصل مستمر على وجود القناه ان شاء الله باذن الله. مروان محسن هيبتدي خلال الفتره القادمه واحده واحده، ويمكن مروان ان شاء الله باذن الله مع ابتداء القناع ومع جديته وحماسه الكبيره جدا ان شاء الله يعود من جديد للنادي الاهلي. محمود متولي مستمر في اداء التاهيل، ماشي بشكل طيب جدا ومميز. كريم ندبد ايضا كمان يؤدي للتدريبات والتاهيلات فتره بسيطه ان شاء الله، فتره على الجميع. لكن النادي الاهلي باذن الله مع تركيزه الكبير ومع ثقتنا الكبيره في كل لعيبه النادي الاهلي، مباراه الزمالك، مباراه جونه، مباراه دجله، مباراه نجم النادي الاهلي، قادر ان شاء الله ان هو يعدي كل هذه. هو السوليه تمام يا كريم بيشارك صح؟ السوليه ايضا كمان يا السوليه ايضا كمان يا امير، يمكن الكل، انا بطمنك على جميع اللاعبين لان في بعض الاخبار معايا بيقولوا ان كان في تحذيرات طبيه ان السوليه ما يشاركش يعني المباراه القادمه، يعني سواء كانت الزمالك او الجونه يعني. واحنا عارفين ان السوليه جاهز، فانا بتاكد منك بشكل اكبر. السوليه جاهز جدا بشكل كبير جدا. التاني اللي كان في مباراه الاعلاميين الاخيره يمكن هو ما شاركش في المباراه الاخيره، ده كان تاني فقط لغير لان الراجل كان راجع من اصابه، فلكن لابد يكون في رؤيه طبيه ورؤيه فنيه كويسه. لكن يمكن اقدر اقول لك اي مباراه هتكون خلال الايام القادمه او الفتره القادمه للنادي الاهلي، عمرو السوليه يكون في
في التشكيله الاساسيه، وده اللي احنا بناكد عليه، لان جاهزيته الطبيه والبدنيه واضحه بشكل كبير جدا جدا في الالتزامات الخاصه بيها النادي الاهلي. زميلنا المميز والمتالق دائما كريم احمد مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي طمنا فيها على تدريبات فريق النادي الاهلي. مش هنقول استعدادات بقى لان احنا مش عارفين كده الاهلي بيستعد لايه، المفروض طبعا بيستعد لمباراه القمه على حسب بيان النادي الاهلي، لكن ما نشوف ميعاد مباراه القمه هيبقى امتى. لكن يا بيو بعد اذنك هات لي في لقطه كده لفتت نظري في الاول خالص، كابتن محمود الخطيب ومروان محسن، وانا عايز اقف عندها شويه لان انا ما كنتش شفتها في الحقيقه. لقطه مهمه جدا جدا، ولما نروح بس اللقطه يعني بعد دي اعتقد على طول، لان في الحقيقه ده جانب شخصي وجانب انساني مميز جدا عند الكابتن محمود الخطيب في كيفيه التعامل مع اللاعبين. اهي هي دي طبعا، الف سلام على الكابتن محمود الخطيب، واضح جدا ان الالام عليه في حركته، هو بيتكلم مع مروان بيطمن عليه بيقول له يعني اعتقد كده من قرايه المشهد، يا ريت نرجع ليها برده يا بيه، بيقول له ايه انت واخد راحتك في الجري بتتنفس كويس مثلا الامور كويسه يعني ما فيش اي حاجه ما فيش اي عوائق، خايف على اللاعب رغم ان مروان محسن لعيب مهم جدا لازم يكون مهم، اللي هو مثلا ما تقرص على نفسك احنا مستنيينك، الاهلي محتاج مروان بس في نفس الوقت اللعيب يكون سليم 100% دي اهم حاجه. لقطه مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب، التزامه كمان هو في وقوفه خارج النجيله، وان مروان محسن قال له لا خليك عندك ما تجيش خليك جوه الملعب. والله انا شايفها كلها دلائل او امور غايه في الاهميه، حاجات صغيره بس بتعكس شخصيه النادي الاهلي اللي بتتمثل في رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وفي كل من ينتمي للقلعه الحمراء، ده شيء مهم. الاخبار بقى نعلق عليها، نبتدي بالمسا. المسا قالت ان بعد، بص بقى الموضوع ده عشان الموضوع ده، بعد اداؤه المتميز في مبارياته الاخيره، على اساس ان احمد فتحي اصلا اداؤه متذبذب يعني ساعات بيبقى كويس ساعات ما بيبقاش كويس، المهم فايلر يرفض اعتزال احمد فتحي. هنا السؤال، هو يا جماعه احمد فتحي قال ان هو هيعتزل؟ ما اعتقدش، انا ما سمعتهاش يعني، او اكيد حضراتكم كمان ما سمعتوش الموضوع ده. كنا هنعرف يعني لو كان احمد فتحي قال انا عايز اعتزل كنا عرفنا، لكن هو اصلا احمد فتحي ما قالش انا عايز اعتزل عشان فايلر يرفض اعتزال احمد فتحي، دي حاجه. طب هل النادي الاهلي طالب احمد فتحي بالاعتزال؟ لا طبعا ما حصلش. هل حد سمع الكلام ده يا جماعه؟ لا ما اعتقدش. فاذا هو خبر موقع من الاعراب، انا مش عارف هدفه ايه، انا مش عارف بصراحه، حاجه غريبه. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال احمد فتحي نجم كبير جدا، قيمه تاريخيه بالمناسبه، لعيب تاريخي في الكره المصريه، وقيمه فنيه وبدنيه اكثر من رائعه يتمناها اي جهاز فني واي فريق في الدنيا يعني. موجود ومكمل مع النادي الاهلي والناس مبسوطه، الراجل عشان مدير فني جديد، ماشي خلينا نقول عشان مدير فني جديد، مبسوط جدا من احمد فتحي ومن اداء احمد فتحي ومن لعيبه كبيره، والراجل بيقيم براحته يعني، لكن ما فيش اي كلام بخصوص هذا الاتجاه، اتجاه اعتزال احمد فتحي يعني. ما شاء الله عليه يدي سنتين ثلاثه اربعه براحته يعني بدنيا ما شاء الله عليه، المدير الفني يتمسك بنجم الاهلي ويشيد بروحه العاليه، كلام هو اللي احنا قلناه يعني. موضوع غريب بصراحه يعني. بصراحه نروح للاخبار المسائيه. غضب في الاهلي، فايلر حزين من تاجيل القمه 119 ويبحث ملف المصابين، طبعا اكيد في حاله حزن طبعا خصوصا بعد خروج بيان النادي الاهلي، فاحنا امبارح ما كناش عارفين لسه الموقف ايه، النهارده عرفنا الموقف خلاص. فمع الحزن ده مع التقدير الكامل طبعا للجهات الامنيه، وانا بعيد وبزيد في الموضوع ده عشان ممكن ما حد يقول لك ايه ايه ده دول مش مقدرين الامن، لا طبعا مقدرين الامن جدا جدا. والنادي الاهلي في بيانه واضح بالنسبه لك امتى هتلعب مع الزمالك، امتى لسه الميعاد ما تحددش، فممكن تلعب ماتشات وديه، ده اكيد هيفكر فيه الجهاز الفني. عايز اروح لجريده الوطن. الوطن بيقول ايه؟ الاهلي يبحث عن وديه لتعويض القمه، وفايلر يستعجل تجهيز قناع وجه محسن للعوده للتدريبات، في اهتمام كبير جدا بالمصابين كلهم في الحقيقه مش بمروان محسن بس. ومروان نفسه بيعلن الجاهزيه من خلال المشاركه في التدريبات في بعض الاجزاء زي ما قال لنا كريم كده، بس في انتظار القناع عشان يلتحم بحريه في التدريبات والتقسيمه اللي بتبقى نهايه كل مران. ما يقول لك برنامج تاهيل استعدادا للجونه وخلاص ما فيش ماتش جونه كده. اليوم السابع الاهلي يتلقى عرض لمواجهه انتر ميلان الايطالي نهايه ديسمبر، خلينا نقول لحضراتكم ان هي كلها عباره عن اقتراحات يعني.
وبشكل ودي ما بين إدارة الناديين، لكن لحد دلوقتي لسه فيش أي حاجة رسمية بخصوص مباراة ودية مع أي طرف من الأطراف الأجنبية يعني. على حسب طبعا في الآخر على حسب ارتباطات كل فريق يعني. فيرلر ادرس خد مباراة ودية اتكلمنا فيه، واللاعبين يصرفوا مكافأة الفوز بالسوبر المحلي، ده طبيعي، النادي الأهلي دايما بيبقى على قد التزاماته على طول مع اللاعبين، ما تلاقيش لاعب يطلع اشتكى ما باخدش مستحقاتي ومش عارف ايه الكلام ده، ما بيحصلش في النادي الأهلي في الحقيقة يعني. نروح للمصري اليوم، وده خبر في المهم، انا شايفه يعني خبر في الحقيقه مهم جدا، لان الاهلي يواجه النجم الساحلي على ملعب رادس، وده الاقرب فعلا، لان ملعب سوسه اللي هو في مدينه سوسه الملعب الخاص بالنجم الساحلي في بعض الاصلاحات وبعض التجهيزات والتعديلات، فبالتالي مش متاح لاستضافه مباراه الاهلي والنجم الساحلي في اول جولات دور المجموعات من دور 16 دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الاقرب ملعب رادس هو اللي هيستضيف هذه المباراه ان شاء الله باذن الله. بقى يعد البرنامج التدريبي وكل دي هذه الامور اتكلمنا فيها. بالمناسبه انا شايف الموضوع ايجابي جدا مباراه النجم الساحلي تبقى في ملعب رادس، لان ملعب سوسه ملعب صعب قوي يعني. انا رحت مره مع النادي الاهلي هناك، ملعب صعب جدا، جمهور صعب جدا، وبتبقى عقبه في الحقيقه، فبالتالي ملعب رادس احنا بنحبه حتى لو خسرنا عليه اخر مباراه من الترجي، لكن عندنا تاريخ كبير جدا فيه. نروح للدستور، مروان محسن ينتظر قناع الوجه. انا عايز اهتم بالجزء الثاني من الخبر اللي هو بيتمثل في ايه، رمضان صبحي يطلب الانتقال الى استون فيلا في يناير. ما حصلش طبعا الكلام ده خالص يا جماعه خالص. هل في لعيب لسه ناقص في عقده، عقد الاعاره 8 شهور كامله لرمضان صبحي، هيفكر او هيتكلم او هيطلب من مجلس الاداره ان هو يروح استون فيلا؟ هو اصلا في عرض رسمي جه لرمضان من استون فيلا. نادر شوقي نفسه وكيل اللاعب سمعت له تصريحات قال ان مفيش لسه اي كلام بخصوص رمضان صبحي، وان احنا لسه ناقص شهور كتير على اعاره رمضان صبحي مع النادي الاهلي، هنشوف مع نهايه الفتره بتاعته هل هيكمل في النادي الاهلي، هل ممكن يجي له عرض بره يكون كويس هيكمل مع هادرسفيلد، لان عقده هيكون ساعتها ملك هادرسفيلد الانجليزي اللي بيلعب في الشامبيونشيب دلوقتي، فالامور لسه دي كلها في علم الغيب هنشوفها مع نهايه، لكن دلوقتي مستحيل. لا، وبيقول لك ايه بقى، بص، اتصالات مع اكرامي لاقناع اللاعب بالبقاء. يعني ده عمره حصل في النادي الاهلي؟ من امتى النادي الاهلي بيكلم لعيب عشان يروح متواصل مع لعيب اخر يقول له والنبي اقعد؟ لا طبعا مش النادي الاهلي اللي كده خالص. يعني خبر غير منطقي، يعني انت لما تيجي تكتب خبر حضرتك مع احترامي الكامل ليك، اكتب خبر بمنطقيه عشان الناس تصدقك. مع احترامي الكامل ليك برضه. عايز تجتهد؟ اجتهد بمنطقيه عشان الناس تقتنع بخبرك، لكن انت بتكتب حاجه يعني الناس اللي عارفه كويس قوي النادي الاهلي هيقولوا ان انت معلش يعني مش لاقي حاجه تكتبها، معلش ما تزعلش مني. حاجه غريبه جدا، يعني الاهلي هيروح يكلم اكرامي والنبي يقعد لنا رمضان صبحي، الاهلي قادر ان هو يقعد رمضان صبحي، لو عايز يقعد رمضان صبحي طبقا للمفاوضات وطبقا لطموح اللاعب، اللاعب عايز يستمر ولا عايز يروح هيعمل، ده الكلام ده سابق الاوانه، لسه ناقص 8 شهور على عقد رمضان، يعني حاجه غريبه جدا. الفجر بقى بتقول لك ايه، 100 مليون جنيه ثمن تحصين رمضان صبحي في الاهلي. يا جماعه لسه والله بدري. بس احنا هنلاقي اخبار زي دي كتير خلال الفتره الجايه، لان كده مفيش ماتشات للاهلي، فهنتكلم على يعني كل لعيب على حده، هو حق لكل واحد ان هو يجتهد في النهايه يعني، طبيعي. طيب هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نشوف اخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. سوبر كوره، رغم تاجيل القمه الاهلي واصل تدريباته بالتتش. الفجر الرياضي، فايلر يرفض الراحه في الاهلي. اليوم السابع، كيف علق فايلر على تاجيل قمه الاهلي والزمالك في جلسه الخطيب. ميتو، تعرف على رساله فايلر للاعبي الاهلي بعد تاجيل القمه 119. اليوم السابع، فايلر يدرس ضم محمد محمود لقائمه الاهلي امام الجونه. 1-3 طلب هام من فايلر قبل مواجهه الجونه، ما فيش جونه خلاص. موقع الكابتن، الاهلي يدرس خوض مباراتين وديتين قبل السفر الى الجونه في السفر. يور سبورت عربيه، رفض اشعال تاجيل القمه وترحيب، رفض اشعال تاجيل القمه وترحيب برحيل مارسيل. موقع بطولات، تقارير انجليزيه، محمد الشناوي في مفاوضات للانتقال الى مانشستر يونايتد بالميركاتو الشتوي.
موقع بطولات صحيفة تضع فايلر ضمن المرشحين المحتملين لقيادة منتخب سويسرا. 1-3 ربيع ياسين ينضم خماسي الأهلي لقائمة منتخب الشباب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي راحة أسبوع للدوليين بفريق الطائرة. طيب سوبر كورة سريعا بتقول رغم تأجيل القمة الأهلي واصل تدريباته بالتتش، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، تدريبات مستمرة في التتش في انتظار الجديد والمستجدات اللي ممكن تحصل في الفترة الجاية. بالتالي في الفجر الرياضي فايلر يرفض الراحة في الأهلي، وأكيد ده الحفاظ على المعدلات البدنية الخاصة بلاعبي النادي الأهلي. اليوم السابع بيقولوا ازاي علق فايلر على موضوع تأجيل القمة في جلسة الخطيب، يعني بيقولوا ان هو قدر الظروف الامنيه يعني في كل الاحوال، وكلنا بنقدر الظروف الامنيه ده مؤكد. نروح لفيتو، تعرف على رساله فايلر لاعبي الاهلي بعد تاجيل القمه وطلبهم طبعا اكيد بالمزيد من التركيز وعدم الالتفات اطلاقا لكل ما يحدث في الوسط الرياضي المصري فيما يتعلق بالمباريات وتاجيلها. اليوم السابع بتقول ايه؟ ان فايلر يدرس ضم محمد محمود قائمه الاهلي امام جونه، وخلاص ما بقاش في ماتش اهلي جونه طبقا لبيان النادي الاهلي. فبالتالي محمد محمود بالمناسبه عشان نوضح الدنيا للناس، محمد محمود خلاص متاح كده للجهاز الفني، لما الجهاز الفني يقرر محمد محمود يبقى معايا في الماتشات قرار فني هيكون موجود محمد محمود وجاهز بنسبه 100% ياخد المباريات. 1-3 بتقول طلب هام من فايلر قبل مواجهه الجونه، ما فيش طلب ولا حاجه لان اصلا خلاص ما فيش مواجهة للأهلي أمام الجونة. هم كانوا قصدهم يعني أنه بيطلب شرائط فيديو لفريق جونة عشان يتعرف على نقاط القوة والضعف. موقع الكابتن بيقول الأهلي يدرس خوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى الجونة، بخلاف موضوع الجونة برضو بنأكد تاني مفيش ماتش للجونة طبقا لبيان الأهلي، لكن هو كده كده ممكن يكون فيه مباريات ودية للفريق. نروح لموقع بطولات بيقول ان في تقارير انجليزيه قالت ان محمد الشناوي بيتفاوض للانتقال الى مانشستر يونايتد بميركاتو الشتوي. صحيفه برمنغهام ميل قالت ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر في حسابات مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه وبتحديد مركز حراسه المرمى في شهر يناير، وان اللاعب كان اصلا في حسابات ارسنال واستون فيلا مع بدايه هذا الموسم او في الانتقالات الصيفيه، لكن مفاوضات او كلام ما كملش يعني. ففي كل الاحوال بيقولوا ان هيكون في مفاوضات رسميه الفتره الجايه مع النادي الاهلي، هنشوف هل هيبقى في مفاوضات رسميه من قبل مانشستر يونايتد مع النادي الاهلي ضم محمد شناوي. هو في الحقيقه حارس كبير جدا وعظيم وافضل حارس في الكره المصريه خلال الفتره الحاليه، هنشوف الامور دي هتبقى مستقره على ايه. نروح لموقع بطولات واللي جاب خبر من صحيفه بيلك السويسريه واللي قالت ان فايلر ضمن المرشحين المحتملين لقياده منتخب سويسرا، وده بسبب ان النتائج غير مستقره اطلاقا بالنسبه للمدير الفني فلاديمير بيتوكوفيتش المدير الفني السويسري. فبالتالي في كلام كتير هناك في سويسرا ان المدير الفني ده هيمشي، فمن ضمن المرشحين صحيفه بيلك السويسريه رشحت فايلر. ليه؟ لعدد من الاسباب، قالت ان شخصيته مميزه جدا وعنده ثقه كبيره جدا في النفس وقدراته الفنيه واثق فيها بشكل كبير، بالاضافه ان هو مدرب طموح ويجيد التعامل مع اللاعبين. هو من ضمن ست مدربين مرشحين في حاله رحيل المدير الفني الحالي للمنتخب السويسري. موقع 1-3 قال ايه؟ كابتن ربيع ياسين ضم خماسي الاهلي لقائمه منتخب الشباب اللي هم ايه؟ واحنا عارفين منتخب الشباب بيستعد للمعسكر هيكون يوم او من يوم 20 يوم 29 اكتوبر. الخماسي هم حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2001، محمود صابر جناح ايمن، الظهير الايسر محمد اشرف، عربي بدر طبعا اللي كلكم اكيد عرفتوه خلاص دلوقتي لاعب الوسط المدافع، ومحمد سلامه جناح ايسر. نتمنى الكابتن ربيع ياسين كل التوفيق. موقع رسمي للنادي الاهلي وده اخر خبر معانا قال ايه؟ قال ان في راحه اسبوع لدوليين بفريق الطائره. احنا عارفين ان كانت مصر بتشارك في بطوله كاس العالم للطائره في اليابان، فكان في ساعه بيولوجيه واجهاد كبير جدا بالنسبه للاعبي منتخب مصر لكره الطائره بالتحديد لاعبي النادي الاهلي. فبالتالي المدير الفني كابتن محمد مصلحي ادى راحه اسبوع للدوليين عقب المشاركه في كاس العالم باليابان نتيجه الاجهاد، وده شيء طبيعي. احنا عندنا دوليين مين؟ محمد عادل وعبد الرحمن سعودي وحسام يوسف واحمد عبد العال واحمد سعيد وعبد الله عبد السلام طبعا واحمد صلاح نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه هنتناولها طبعا مع ضيفنا العزيز اللي بينورنا كل يوم خميس، وبتبقى فقره مميزه جدا في الحقيقه، فقره حواريه مع الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير في الاهرام. كل هذه التفاصيل وكل الملفات على الساحه الرياضيه المصريه بعد الفاصل، استنوا.
اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا النهارده بينورنا ويشرفنا كالعاده الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ قوسي منورنا. اهلا بك يا استاذ امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الوضع دلوقتي بخصوص موضوع بيان النادي الاهلي، واحنا عارفين او شفنا خلاص البيان، وبالمناسبه يا جماعه خليني اقول لحضراتكم ان بشكل رسمي خلاص النادي الاهلي ارسل الخطاب الخاص بان الفريق مش هيلعب اي مباراه في الدوري الممتاز قبل ما يخوض مباراه الزمالك الاول. الخطاب وصل لاتحاد الكره بشكل رسمي، خلاص النادي الاهلي بلغهم بشكل رسمي. تعليق حضرتك على البيان استاذ يوسف. يعني خليني قبل ما ادخل في البيان اؤكد على يعني احترافيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتحرك كمنظومه، النادي الاهلي دايما مؤسسه محترمه تحترم كل اجهزه الدوله، وده واضح في بيانها وفي كلامها وفي تعاملاتها وفي تاريخها الماضي بالزبط. وفي الحاضر والمؤكد في المستقبل. الاهلي ليه اسس شغال عليها، ليه مجلس اداره كامل بيديره اداره كامله، بدليل ان لما القرار صدر لم نسمع صوتا للنادي الاهلي. الاهلي انتظر ما يقرب من 30 ساعه، الناس تسألت والاهلي ما رديش. الاهلي 30 ساعه لم يتحدث من الساعه 12 منتصف ليل الثلاثاء الى الساعه 3 عصر اليوم. ما يقرب من 30 ساعه تقريبا انتظر الاهلي، لان الاهلي مش مجرد ما يسمع حاجه تخصه يطلع يرد. الاهلي ليس رد فعل، الاهلي ابدا لم يكن رد فعل على الاطلاق. الاهلي دائما هو له فعله وله تحركاته وبيتحرك من منطلق، اولا منطلق المصلحه العليا للبلاد، والاهلي ده ملتزم بيها، لان الاهلي ده يعني هو النادي الاهلي، نادي مصري يعني طبعا. النادي الاهلي النادي الوطني دايما بيدرس قراراته فما يعملش اي حاجه بشكل عشوائي. صح. الحاجه الثانيه ان القرارات اللي بتطلع تكون مرتبطه بمصالحه ومرتبطه بجماهيره. الاهلي وراه جماهير طبعا. وراه ملايين طبعا. ولما اقول كلمه ملايين ده مش معناه ان عدد قليل، يعني ملايين يعني مش اقل من 70 مليون على الاقل، يعني دي النسبه الحقيقيه للاهلي في الشارع المصري يعني. فلازم الاهلي اللي يكون ليه موقف علشان يعني توصل الرؤيه لجمهوره، ده يعبر عن جمهوره. مجلس اداره النادي الاهلي اذا كان بيعبر عن جمعيه عموميته اعضائه اللي هم بمئات الالوف، فهو نفس الوقت بيعبر عن ملايين الجماهير في الشارع المصري اللي اصابها نوع من الصدمه، نوع من القهر، نوع من يعني الاستياء الشديد جدا بعد القرار اللي صدر عن اتحاد الكوره الذي صدر في منتصف الليل. لاول مره نرى قرارا يصدر يعني ما بقول لك يعني اكيد يعني في امور مش مظبوطه يعني اول مره نشوف قرار يصدر في منتصف الليل، يعني وتشعر ان امرا دبر بليل. ملهاش حل غير كده، يعني المفروض ان اتحاد كوره بتطلع يعني امور بتتجرى في الظلام من خلف الكواليس في حاجات. ايوه قصدك ايه؟ انا فاهم، بس يعني قصدك ايه بالجمله دي بالتحديد؟ يعني ايه ممكن يكون حصل؟ يعني مفيش داعي للتفاصيل، خلينا في الخطوط العريضه. اتفهمت. احتراما لحاجات كتير جدا في ليس كل ما يعرف يقال اكيد في هذه المرحله يعني. فالامر طبعا ما كانش لا كانش مناسب يعني. في حد في الدنيا؟ طب هو في حد في اتحاد الكوره الساعه 12 بالليل؟ ده انتوا بتقفلوا من الساعه 6 وتضلموها وتروحوا كلكم يعني، او في موظفين؟ هل اتحاد الكره اجتمع وخد قرار وطلع بيان؟ اذا كان رئيس اتحاد الكره ما كانش موجود في مصر اصلا يعني، نفترض ان حصل تنسيق، التنسيق ده بيتم بالليل، طب اعمل بيان وطلعه الصبح الساعه. شوف النادي الاهلي الاداره المؤسسه المحترمه، المؤكد ان النادي الاهلي اداره النادي الاهلي لم تنم من هذه الساعه حتى صدور هذا البيان. البيان ده ما طلعش الساعه 3، المؤكد البيان ده خلصان من بدري ومجهز ومعمول ومتراجع ومتشاف، وطلع في الوقت المناسب اللي الناس كلها تشوفه في 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 النهار علشان تبقى قدام عيون الناس كلها. طلع الاهلي بيانه المهم والمحترم، وبيان قوي جدا، بيان بيرد فيه نادي الاهلي بمنتهى القوه على ما حدث من اتحاد الكره وعلى ما دبر بليل وما صدر في منتصف الليل. بيان الاهلي لو بصينا عليه هنلاقيه واخد عده مراحل. المرحله الاولى ان هو يعني شوف الاهلي بيتحدث بمنتهى الدقه وبيتحدث بمنتهى الوضوح. صح. وبيتكلم عن دور الامن المصري ودور الامن ودور الدوله. الاهلي بيسمن دور الدوله أكيد. وبياكد على دور الامن وعلى دوره في تامين المباريات، ثم بيذكر الامن بانه كان قادرا على تنظيم مباريات كاس الامم الافريقيه، وهي البطوله الاعظم، بطوله قاريه كان فيها 24 دوله اول مره في التاريخ. امن مصر الذي نظم هذا الا يكون قادرا على تنظيم مباراه في الدوري المصري؟ طبعا كلام
غير صحيح. الامن المصري قادر على تنظيم اي مباراه في اي وقت وفي اي مكان. فاشاد بدور الامن في تنظيم هذه المباراه. في ناس بتحاول تهز صوره الامن المصري ليه؟ لا طبعا ما فيش امن مصري قوي وقادر على تنظيم قادر على اي كل مباراه شيء. في الحقيقه قادر على كل شيء وقادر ينظم اي شيء يعني. ومن يقول الامن المصري غير قادر فده غير حقيقه وده عايز يشكك. مصر اخذت خطوات امنيه استقراريه كبيره طبعا. وامور بلدنا الحمد لله مستقره بشكل الحمد كبير لله. جدا يعني. بلدنا قويه وعندنا رئيس قوي وعندنا امن قوي وعندنا كل حاجه مميزه في الحقيقه. فالامور ماشيه بشكل رائع وشكل منظم وشكل بتاع. الكلام يتردد ان الامن. طب اين خطاب الامن؟ لا سيما ان استاذ امير لو انت تابعت ان قبل القرار ده ما يطلع ب 48 ساعه تم تسريب قرار ان في خطاب امن بيطالب باتحاد الكوره ولم يظهر الخطاب. واخد بالك؟ دعنا من كل هذا وخلينا في بين الاهلي اللي هو فعل جديد يطالب اتحاد الكره برد الفعل. اصبح الان اتحاد الكره في مازق، اصبح في ورطه، اصبح في ازمه. فالاهلي بعد ما سمى دور الامن وبعدما تحدث عن الانجازات اللي عملها الامن في تامين كاس الامم الافريقيه وتامين المباريات المحليه والقاريه والافريقيه، المباريات القاريه ماتش الزمالك في الكونفدراليه السنه اللي عدت مقام بمئات الالوف اللي كانت حاجه عظيمه جدا. الاستاد كان شبه ممتلئ يعني. بعد كده تحدث على ان المباريات غير مقنعه. ليه مباريات ما كانت غير مقنعه في التاجيل؟ لان الاهلي قالوا استاد القاهره وجمهور. طب ما فيش جمهور. طب يا جماعه لو استاد القاهره مشكله نروح استاد برج العرب ومن غير جمهور. مباراه في ملعب خاوي فاضي لا شيء فيه الا اللعيبه والحكم والاجهزه الفنيه. بالظبط. اعتقد يعني ده تامين بمنتهى. اصلا استاد برج العرب يعني بسهوله جدا تقدر تامنه يعني ومعمول الحاجات طبعاً دي يعني فما فيهوش اي مشكله جدا يعني. وبناء عليه النادي الاهلي بدا ياخد موقفه وبدا ياخد يكلم اتحاد الكوره ان ده تصرف عشوائي وتصرف غير سليم وتصرف غير لائق وتصرف يعني هيهد المسابقه وتصرف ينسف كل الكلام اللي قاله رئيس الاتحاد السيد عمرو الجنايني مع احترامنا وتقديرنا للسيد عمرو الجنايني خرج وقال وده كان اول ظهور ليه بعد قرار بتاعي وكان في مداخله مع الاستاذ الاعلامي عمرو اديب. ده مش مداخله ده كان لقاء كمان وغير اللقاء ده. اول انا فاكر اول ما طلع القرار بالليل يعني. فالراجل طلع وقال لك نحن سننظم بطوله يعني عظيمه بطوله تشبه البرايمر ليج بطوله منتظمه ما فيش تاجيل ما فيش بتاع. حتى انا اذكر ان الاستاذ عمرو اديب كان يقول له يا استاذ جنين قول كلام تقدر عليه. قال يا استاذ عمرو انا اقدر على هذا الكلام. وقعد يكرر في الكلام ويقول له الرساله يعني انا بذكر علشان اكد على كلام رئيس الاتحاد الكره غير ما اكد عليه بعد ذلك وغير ما اكد عليه رئيس لجنه المسابقات عندما اجريت قرعه الدوري واكد على ان الدوري سيسير كالساعه ومثل كل الدوريات اللي في العالم. كل هؤلاء يعني لحسوا كلامهم ولم يستطيعوا الدفاع قالوا ولا عما وضعوه على الاطلاق من جدول في المسابقه. عشان كده النادي الاهلي يعني واجههم بوضوح. يا عم انت اجلت ماشي قرارات امن انا بحترم الامن والامن فراسي ودور الامن مسمن وبالتالي فانا انت اجلت ماشي انا مش هلعب اي ماتشات تاني لغايه ما العب الماتش ده حقي صح يعني وكل الانديه بتطالب بكده دلوقتي. ده انت عملت لخبطه غير طبيعيه. رحت ماجل ماتش الاهلي وجايب ماتش الزمالك والمقاولين. طب ما الزمالك هيلعب هو المقاولين اهو يوم السبت. ورحت ماجل ماتش اسوان ومقدم ماتش مش عارف ايه وعامل فركيكه وايه الدوشه والمهزله اللي انت عملتها في جدول المسابقات ده تكرار كل ده علشان انت ما مشيتش صح عشان انت محترم ما تنطقش كلامك وعشان انت بتحاول تهدم مبدا تكافؤ الفرص. انت لو اتحاد كوره يعني صادق في كلامك نفذ ما اتفقت عليه مع الانديه نفذ ما اعلنت ونفذ ما التزمت به نفذ جدول المسابقه. طيب بقول لك يا استاذ اوسي ما خلينا انا وضع اتحاد الكوره او في مكان اتحاد الكوره مثلا هيقول لك دلوقتي طب ده قرار امني انا اعمل ايه؟ انت شايف اتحاد الكوره كان ممكن يعمل ايه؟ لا اتحاد الكوره كان يقدر يدافع عن موقفه وكان يقدر يتكلم طبعًا. كان يقدر يقنع الجهات الامنيه اذا كان فعلا في كلام بهذا الشكل الجهات الامنيه ان الدوري لازم يتلعب يعني كان ممكن ان هو يحاول يتواصل مع الجهات يا جماعه بعد اذنكم حاولوا لا ما عندناش مشكله نلعب هنا او هنا او هنا بس هو ما عملش كده. اهلا ما عملش كده. انا مؤكد انه ما عملش والمؤكد ان هناك اشياء اخرى يعني غير هذه الحجه يعني الكل يعلمها لما في ناس بتطلع ومسؤولين في نادي الزمالك يطلعوا ياكدوا ان الماتش مش هيتلعب وفعلا الماتش مش هيتلعب. طب ما ده كلام يجعلنا نشك حتى لو كان طبعًا. غير حقيقي يعني طبعا اكيد يعني لو كان الكلام ده غير حقيقي يعني بتبقى امور حقيقه مش مظبوطه يعني. نتمنى ان الامور تنضبط. الاهلي قال اللي عنده باجتماع اجماع اعضاء مجلس ادارته زي ما قلت لك الاهلي مؤسسه يعني ما فيش فرد مثلا بياخد يطلع رد فعل سريع او يتكلم بسرعه او يعلق بسرعه الخبر. الاهلي هدي ركز اخذ القرار بعد دراسه الموقف كاملا وطلع قراره اللي بيركز على زي ما قلت لك تاني بنؤكد على انه بيؤكد احترامه وتقديره للامن بيؤكد على ان الاهلي موقفه صحيح. والاهلي لما يقول ان هو مش هيلعب
لان سبق قبل كده الاهلي كان ليه وجهه نظر واضحه جدا لو تفتكر الموسم الماضي وكانت البطوله في اواخرها والاهلي طالب بلعب كل المباريات قبل كاس الامم الافريقيه. حصل وقتها يعني ركبهما العند واصروا فقط علشان يقفوا ضد وجهه نظر الاهلي واستهلكوا الوقت بشكل غير رغبه، وكان هناك وقت كافي لانهاء المسابقه بشكل طبعا رائع وتنتهي الامور. والاهلي طبعا احتراما للمسابقه واحتراما للبلد واحتراما للحدث الكبير ما عملش مشكله ورضخ لهذا القرار واستمع لهذا القرار واستمع لصوره ولعب برضه بعد سبب، ولكنهم جاءوا واكدوا صحه وجهه نظر النادي الاهلي واكدوا على ان موقف الاهلي كان سليم وقالوا يا ريتنا كنا لعبنا الدوري قبل كاس الامم الافريقيه. شفنا عقاب كل هذه القرارات وهذا الموسم الاستثنائي في بطوله الامم بالظبط، يعني شفنا موسم غريب جدا. طبعا فعلا اتمنى ان الامور يعني تسير في الطريق الصحيح. ما يتردد ان اتحاد الكره اعلن ان هو هيعمل اجتماع طارئ يوم السبت. طب لو مش طارئ كان هيبقى يوم ايه؟ متاخره قوي دايما ليه؟ يعني يوم طارئ يوم السبت، يعني ده انت المفروض النهارده يعني الاهلي بيان بحجم بيان النادي الاهلي انت المفروض تفضل مجتمع لغايه ما تحل الازمه. مفيش يا استاذ طبعا يعني فلسه يعملوا اجتماع طارئ ولسه هياخدوا موقف ولسه يدرسوا. طبعا هم الان مرتبكين مش عارفين يعملوا ايه، في تواصل اكيد مع مسؤولي النادي الاهلي، لكن الاهلي اعلن قراره ولا اظن ان الاهلي قرار النادي الاهلي ده يا استاذ اوسي انتصار للكره المصريه بالمناسبه يعني مش النادي الاهلي. على فكره كل الأهلي الانديه بتدعم هذا الموضوع طبعا، ده انتصار يمكن طلع اكتر من نادي يعني ناس نادي سموحه طلع اعلن دعمه للنادي الاهلي، نادي الجونه نادي الاسماعيلي اكد ان هو ملتزم بالجدول على طول لجنه المسابقات. يعني لا يعني ما فيش حد يعني انت حطيت لي جدول وانا مظبط نفسي عشان وانا شغال ده، انت بتهدم تكافؤ الفرص، بتهدم صناعه كره القدم نفسها، بتدمر كل حاجه، انت بتلوث الجو، انت بتدير الامور بعشوائيه. احنا يعني تفاءلنا بهذا الاتحاد خيرا، تفاءلنا انه يكون اتحادا مختلفا، قلنا وجوه جديده وشابه وملهاش علاقات متشابكه وجايه بدون فواتير انتخابيه وهيشتغلوا صح، لكن للاسف الشديد الواقع بيثبت غير ذلك. نتمنى ان يراجعوا انفسهم ويكونوا على قدر المسؤوليه ويدافعوا على عن الدوري المصري ويحافظوا على الدوري المصري، لان هم كده هم اللي بيفسدوا المسابقه. الحل ايه؟ لا الحل ان الجدول يفعل، ان كل واحد ياخد حقه، ان عندك ماتشات تلعب ما فيش حاجه اسمها تاجيل. ولما يكون تاجيل ده لما يكون سبب قهر يا سيدي، يعني ما تكون حاجه كارثيه وكلنا عندنا قناعات بهذا الامر. لكن انت ماشي لي من اول ما ظهرت نتيجه مباراه الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي ومن لحظتها هناك مطالبات بالتاجيل محاولات ومحاولات مكثفه والنادي الاهلي رفض هذه المحاولات ومعلنه وان لو انطبقت السبع على الارض الماتش هيتاجل ماشي واعلنا ذلك. اتحاد الكوره قال ماشي وعمل اتصالات مع النادي الاهلي والاهلي رفض بشده هذا الامر. مفيش حاجه اتصالات مع النادي الاهلي طبعا مفيش اي رغبه واي دواعي للتاجيل على الاطلاق من اي نوع. بعد كده لجنه الحكام، احنا مش لاقيين حكام صف اول خلينا في حكام اللي قدامنا درجه ثانيه، مش ممكن تاجلوا لنا الماتش يومين علشان نجيب لكم حكام حلوين؟ والنبي ده كلام هو في كده في الدنيا يا جماعه؟ هو انتوا صحيتوا من النوم لقيتوا ماتش الاهلي والزمالك بكره؟ ده من قبل المسابقه بتبدا بشهر والجوده المعمول، ومعروف ان الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 19 اكتوبر ومعروف الاسبوع الرابع من المسابقه. طبعا كلها كانت محاولات غريبه، ثم تسريب خبر عن خطاب امن وسط اتحاد الكوره، ثم بعدها ب 48 ساعه اعلان رسمي للتاجيل في منتصف الليل. مسرحيه من وجهه نظر طبعا يعني. المسؤولين في اتحاد الكوره هل هم متفرغين اصلا يا استاذ اوسي لاداره الاتحاد واداره شؤون الكوره المصريه؟ لا طبعا ما فيش، هم مش متفرغين للاتحاد، مش متفرغين ها، بالرغم ان هم يحصلوا على مقابله على فكره من الفيفا. عارف زي ما كلنا عارفنا يعني المفروض يتفرغون لهذا الامر. لكن رئيس الاتحاد عنده عمله، كل اعضاء اللجنه كل منهم له شان وله حتى رئيس لجنه الحكام عنده ارتباطات اخرى، مع المفروض يكون متفرغ تماما يعني المفروض هو باجر يعني. لا انا شايف ان خبراتهم قليله جدا للاسف الشديد، وقدرتهم على اداره ملفات مهمه صعبه جدا يعني اكتر من اختبار هم ما بيدروش بشكل ده ابرز يعني. اختبار في الحقيقه كان لازم ينجحوا فيه، ده كان اول حاجه يعني بتاعنا. هو احنا لما هم يعني قالوا ما فيش تاجيل قلنا خلاص ده نجحوا وده كويسين وده الفل وهيكملوا، لكن ما قدروش يصمدوا يومين واجلوا الماتش برضه يعني للاسف الشديد. مع اول اختبار سلموا للاسف ما كانش فيه محاولات جديه في الحقيقه من اتحاد الكره، كان لازم في محاولات مع الامن بدليل يا استاذ اوسي ان دايما انا عارف نفسي برضو يظهروا خطاب الامن للناس عشان برضو طبعا ده هيبقى مهم. دايما يا استاذ اوسي ساعات كان يجي الامن يقول لك ايه يا جماعه لا خلاص اجلوا الماتش ده،
فبيحصل محاولات وتواصل مع الامن واقناعه ومش عارف ايه، وبعد كده الامن بيوافق. المره دي فجاه كده يا جماعه المباراه مش هتتلعب. طب فين المحاولات؟ ما علمتش ليه على المحاولات دي لو اصلا كان فيه؟ فده شيء يسال عنه او يسال فيه اتحاد المصري لكره القدم. انت اتفاجئت بالقرار؟ قرار اتحاد الكره التأجيل؟ طبعا انا فوجئت. القرار كان صدمه بالنسبه لنا كلنا يعني. بص، اي حد بغض النظر عن اين يصب القرار وهيفيد مين ولا ما يفيدش مين وهيضر مين ومين اللي عايز الماتش يتلعب ومين مش عايز الماتش يتلعب، القرار كان صدمه للناس كلها يعني، وتاكيد رسمي على ان اتحاد الكره هذا ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرار وغير قادر على الدفاع عن المسابقه اللي هو بيديرها. فطبعا كان صدمه عنيفه جدا بالنسبه لكل الناس يعني، اي حد متابع كوره، اي حد عايز دوري محترم ودوري منتظم، فهذا القرار صادم بالنسبه له يعني. يعني القرار ده يعني بدايه محبط يعني محبط مش عارف، هو قرار محبط، قرار محبط، لا سيما ان سبقته ناس بتؤكد ان المباراه هتتاجل. هو ده اللي يضايق اكتر يعني، يعني ده بيضايق اكتر وبيضايق الناس اكتر يعني، فخلى الناس كلها يعني انا ما قداميش غير التفسير ده الحقيقه يعني. التفسير اللي وصل للناس كلها انك انت يعني بتعمل لمصلحه نادي معين، وانك انت يعني رئيس اتحاد مش فير، وان المسابقه مش مظبوطه، وان المسابقه بتدار عشوائيه، وان مفيش تكافؤ فرص، وان مفيش عداله، حاجات كتيره جدا ممكن، عناوين كتيره جدا ممكن تحطها تحت القرار. فطبعا الازمه دي تخلص امتى؟ لا تخلص لما يرجعوا لصوابهم وماتش الاهلي والزمالك يتلعب كاول مباراه للاهلي، اعتقد ده هيفك الازمه. اول الاهلي واول مباراه للزمالك، اول مباراه للاهلي يعني، كده الاهلي مش هيلعب اي مباراه الا ماتش الزمالك. يعني الاهلي بيستعد لايه دلوقتي يا استاذ اوسي؟ تدريباته واستعداده لمباراه الزمالك؟ لا لمباراه الزمالك بس يتحدد مواعيدها علشان يقدر الراجل يحط جدول تدريبي، ما يعرفش عشان يشتغل عليه. امتى هيزود حمله، امتى هيقلل، امتى هيعلي، امتى هينقص، امتى بتبقى يعني جدول زمني محطوط اللعيبه يتدربوا عليه، بيعلي الحمل بيخفض الحمل، حاجات كده. محتاجين نعرف الوقت امتى يعني، ومحتاجين نعرف الاجتماع الطارئ ده هيصفر عن ايه اللي هيعقد. هم اعلنوا رسمي الاجتماع الطارئ؟ والله هي انباء ترددت، ما هم ما كلها انباء بتتردد يعني. ما فيش يعني، هم ممكن في نص الليل يطلعوا لك قرار برضه. ما تعرفش يعني، حاجه غريبه في الحقيقه. نتمنى ان هم يقدروا يحلوا الازمه دي، وان هم يتحملوا المسؤوليه اللي هم فيها، لان مسؤوليه كبيره جدا. واحنا كنا في الحقيقه كنا متخيلين ان هم قد هذه المسؤوليه، لكن مع اول اختبار للاسف فشلوا فيه ورضخوا مباشره. وطبيعي ان انت ترضخ لطلبات الامن، لكن احنا ما بنقولش ان انت لا تعاندهم، لا حاول، بس حاول تتواصل معهم، حاول تجد حلول، ده دورك، لكن مش ان انت خلاص اوكي يا جماعه مفيش ماتش مفيش ماتش. عايزين برضو ناكد على ان الاهلي وهو بيطالب بعدم لعب اي مباريات قبل مباراته مع الزمالك المؤجله، فتبقى اللي بينه فانه بيسام من دور الامن وبيؤكد على احترام الامن، وان هذا القرار لا علاقه له من قريب او بعيد بالامن. انت قلت لدواعي امنيه انا اجلت، طب ماشي يا عم، طب انا انت اجلت، انا مستني لما تحدد لي ميعاد الماتش المؤجل ده والعب. بس موضوع اعتقد ده حق مشروع جدا يعني، في كل الاحترام والتقدير للكل، واول حاجه فيهم الامن، واول حاجه فيهم الدوله، والاهلي بيحاول يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص. بس يعني يعني، واعتقد ان ده حق مشروع يعني، ما فيش اللي هو يعني الامن، شوفوا الوقت اللي ينفع نلعب فيه الماتش ونبتدي على طول بالمباراه دي، لكن ما نلعبش مباراه قبل مباراه الزمالك، ومش عشان هي مباراه الزمالك، اي مباراه، اي مباراه. لو الاهلي ما كانش هيلعب الزمالك هيلعب حد تاني في الاسبوع الرابع، كان هيتم وخد المباراه الاول قبل ما ياخد اي مباراه اخرى. ده شيء مهم. طيب احنا خلاص يعني اتكلمنا كتير في موضوع بيان النادي الاهلي وموضوع تاجيل مباراه القمه، وبالتالي النادي الاهلي عنده تدريبات مستمره خلال الفتره دي يا استاذ اوسي، ووضع لا يحسد عليه جهاز فني النادي الاهلي. في وجهه نظرك كيف سيتعامل مع هذا الوضع؟ طبعا يعني انت اللي بتعمله ده يعني بتعمل ارتباك، بتعمل اهتزاز، بتعمل تدمير، بتعمل يعني تخريب لحد بيشتغل. تقريبا لحد بيشتغل. النادي الاهلي نادي فرقه ماشيه بشكل كويس جدا، بتادي بشكل كويس جدا، فرقه مميزه، فرقه مستوى الفني والبدني عالي ومميز. فلما حضرتك يعني بتعمل كل ده انت بتهده يعني، يعني ده لمصلحه مين؟ انت كده مش عايز الكره تتطور وعايز الكره تتقدم يعني. يعني شفنا فرقه النادي الاهلي لما لعبت ماتشات ورا بعضيها المستوى بيعلى من ماتش لماتش لماتش، فلما توقف ده حاجه كارثيه، لا سيما وان المفروض الدوري كمان لسه هيقف علشان كاس الامم الافريقيه للشباب اللي هتتلعب عندنا في شهر نوفمبر المقبل. اعتقد تقريبا هناخد مش اقل من 30 يوم متوقفين عن اللعب. طبعا انت عندك من يوم 8 ويوم 22 بالظبط يعني، كمان في تجمع وفي بتاع، فهتوقفني من دلوقتي يعني عشان ما العبش كوره يعني، ده كلام يعني. فطبعا الاهلي يعني امره محبط طبعا للجهاز الفني وللمدير الفني، اعتقد ان هم هيعيدوا ترتيبتهم من جديد، لكن الاهلي في كل الاحوال بيتدرب وبيستعد للمباريات طبقا حتى لما اعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده ان الاهلي جاهز في اي وقت يعني، خصوصا انك انت ممكن تتفاجئ باي حاجه يعني، يعني اي حاجه ممكن تتخيلها ممكن تتفاجئ بيها يعني، بما ان الامور بتضرب عشوائيه من هذه اللجنه الخماسيه
غير المنظمة والتي لا تحافظ على العدالة والتي لا تحافظ على تكافؤ الفرص والتي لا تحافظ على انتظام المسابقة، فتوقع أي شيء ممكن يحصل يعني، لأن الله أعلم الأمور بتدار إزاي يعني. طيب أنا معايا خبر دلوقتي أهو من موقع في الجول، سموحة بتقول بيان الأهلي منطقي لكن سنعاقب إن أصدرنا مثله. ده المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. سنعاقب إن إيه؟ إن أصدرنا مثل هذا البيان يعني. نادي سموحة يعني. هم نادي سموحة يعني. بيقول بيان منطقي جدا من نادي الأهلي، بيقول أنا ما أقدرش أصدر بيان، ما أعرفش قصده إيه يعني، لكن قال أحترم النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي ومن حقه إنه يرى ما في صالح الفريق، قرار النادي الأهلي به منطقية وهذا حقه، لكنني لن أستطيع أفعل مثل ما يفعل الأهلي. يعني كلام برضو مهم وفي تضامن واضح من عدد من الأندية المشاركة في بطولة الدوري أستاذ أوسي بخصوص بيان النادي الأهلي، لأن بيان غاية في الأهمية. وفي كمان خبر تاني برضو من على أحد المواقع، بيقول لك اتحاد الكرة المصري الأهلي اعتاد تصدير الإجابات، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة. طبعا يعني حكايه ان قال مصدر داخل اتحاد الكوره، لو حياتك قوي ايها المصدر اللي داخل اتحاد الكوره اطلع قول اسمك. يعني لو انت مصدر قوي وانت عضو مجلس اداره تستحق ان تكون موجودا في هذا المكان، حضرتك اطلع قول انا فلان الفلاني بقول ان الاهلي بيصدر ازمه للكره المصريه. لكن اما انك انت بتستخبى تحت كلمه مصدر داخل اتحاد الكوره فهذا الكلام غير معترف به. الاهلي لم يصدر ازمه ولن يصدر ازمه، الاهلي فريق ماشي وبيلعب في حاله وماشي بيلعب مبارياته، حضرتك اللي حطيت عقبات قدامه يعني فتم ايقاف الطريق، فانت اللي صدرت الازمه وانت اللي بتصنع الازمه وانت اللي بتخلق المشكله. الان انت اصبحت في موقف لا تحسد عليه ايها المصدر المستخبي داخل اتحاد الكره، يعني عليك الان ان تتحرك فعلا، اظهر وبان عليك الامان. اظهر وبان عليك الامان وقول لنا الحل فين دلوقتي. انتم من فعلتم الازمه واوقعتم الكل في ازمه، فعليكم الحل وننتظر منكم الحل. هل في مناشده ممكن نناشد الامن بيها يا استاذ اوسي من وجهه نظر؟ يعني ممكن توجه رساله للامن؟ لا انا ما اعرفش، احنا واثقين فيه وثقه عمياء يعني. الامن مصر بص يعني انا كمصري عشان الصوره تبقى واضحه بشكل لا يعني انا كمصري وانت كمصري احنا كلنا مصريين شايفين ان الامن المصري بيؤدي دوره كما ينبغي طبعا. يكفي حاله الهدوء والامن والاستقرار احنا موجودين طبعا فيها طبعا. يكفي ان احنا بنسير في شارعنا دلوقتي في امن واستقرار وامان وسلام وفي اي وقت يعني الحمد لله دي نعمه من ربنا طبعا. نعمه الامن والامان دي من اعظم النعم اللي انعم بها عليها ربنا في مصر، ومصر طول عمرها امنه مستقره بفضل الله. تقول مصر ان شاء الله امنين، ودي ايه في كتاب الله العظيم، فمصر دائما امنه ودائما امنها على قد المستوى وعلى قد المستوى، هو قادر على كل شيء. يعني احنا نتمنى ان اتحاد الكره ما يستغلش هذه الشماعه علشان يفسد المسابقه ويستمر ويقعد يطلع قرارات عشوائيه كل شويه يقول لك الامن 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 الامن. لا طبعا الامن اعظم واكبر بانك انت يعني تستثمر هذه الشماعه علشان انت فاشل مش عارف تدير المسابقه ومش عارف تظبطها ومش عارف تنفذ الجدول او بتحاول تخدم على مصالح اطراف اخرى بس. طيب نقفل الملف ده، عندنا بعض من الامور الاخرى بتتعلق يا استاذ اوسي بمنتخبنا الوطني الاول ومنتخب الاولمبي، واحنا دايما في حلقه الخميس بنناقش كل ما حدث على مدار الاسبوع. فالاسبوع اللي فات ده كان في ماتشين للمنتخب الاولمبي مع جنوب افريقيا وماتش المنتخب الاول مع بوتسوانا في تجارب وديه استعدادا لمختلف التحديات. نبتدي بالمنتخب الاول وتقييمك لاول مباراه واول تجربه للكابتن حسام بدري كمدير فني الفرعون. منتخب الاول مباراه مع بوتسوانا والكابتن حسام يعني احسن الاختيار، لان كان في اتجاه ان احنا ممكن نلعب مع البرازيل او مع منتخب كبير وكانت مرشحه اسماء كولومبيا واوروغواي وكده، وصلت عروض بهذا الشكل. لكن الكابتن حسام اختار الاختيار الافضل والانسب للمنتخب وله كبدايه كمدير فني، لان لو كنا جبنا فرقه زي البرازيل ولعبنا معاها بالمستوى اللي احنا ظهرنا بيه ده وطلعنا بفضيحه كرويه كان هيبقى فيها مشكله كبيره جدا طبعا، كانت هتاثر على الجهاز الفني واتهامات مبكره بعدم القدره وعدم تحمل مسؤوليه ومطالبات 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 وحاجات كثيره من هذا القبيل كلنا نعلمها. فالكابتن حسام اختار فرقه اولا هي مناسبه للفرقتين اللي احنا هنلعب معاهم، جزر القمر وكينيا، وفريق افريقي يعني نفس الاستايل ونفس الشكل وقريبه من نفس المستوى. توقعنا ان احنا نشوف شكل افضل، شكل اقوى، شكل منظم، لكن المنتخب ظهر بشكل عشوائي خالص، لم يقدم مستوى مميز بالرغم ان في عناصر طيبه وعناصر مميزه طبعا.
كان في استحواذ لفترات طويله جدا في الشوط الاول، لكن ما شفناش هجمات، ما شفناش هجوم منظم، ما شفناش هجوم فعال. ممكن نلتمس ليه العذر برضو ان هو يعني في عنصرين او عناصر بتغيب عنه في المنتخب الاولمبي، ودي عناصر مميزه جدا وهي كلها دور كبير جدا مع المنتخب ان شاء الله في المرحله المقبله، خصوصا لاعب زي رمضان صبحي، لاعب زي مصطفى محمد مهاجم المنتخب محتاجه، واكثر من لاعب موجودين هناك كابتن حسام حاطط عينه عليهم. المنتخب بشكل عام يعني الاداء، التحركات، اللعب، الاداء التكتيك، كل ده مش موجود. يعني العشوائيه بتسيطر على الاداء، وحتى الجون اللي جه تلاحظ ان جون دفاعي من حجازي لعلاء للديفندر حمدي فتحي اللي هو لاعب الوسط المدافع يعني. فالاداء اللي جون بتاعنا مش موجود يعني. كمان يعني الحقيقه انا ليا ملاحظات على بعض اللعيبه، ولا اعرف سر التمسك بهذه النوايا من اللاعبين، ما احترمنا وتقديرنا ليهم، لكن احنا بنتكلم هل اللاعب هذا ضيعت لمنتخب مصر؟ هل ليه بصمه مع منتخب مصر؟ هل ليه مردود مع منتخب مصر؟ اتحدث عن الكابتن محمد النني، وهو لاعب محترف وله كل التقدير وله كل الاحترام، ولعب في الدوري الانجليزي وقبله كان في الدوري السويسري، ومطلوب ربما من ميلان برقم كبير جدا قد يصل الى 14 15 مليون يورو. كل ده جميل، لكن ما هي بصمه محمد النني مع المنتخب حتى الان؟ تشعر ان اداؤه، وكل الخبراء الكره اكدوا ان اداؤه لا يتطور لا يتقدم، ما تحسش ان هو عنده جديد، ما تحسش ان هو بيتطور نفسه، ما تحسش ان هو فاعل في المنتخب، ما تحسش ان هو له دور يصعب الاستغناء عنه. ورغم ليه كل المدير الفني بيختار، ورغم ذلك يتم الاختيار والاستقرار عليه؟ انا ما تعرفش، مش لاقي تفسير. تعالى عند احمد حسن كوك، مهاجم منتخب ده، مهاجم منتخب مصر، شغلانه المهاجم ايه في كره القدم؟ ان هو يسجل اهداف. اول حاجه يسجل اهداف طبعا. لما مهاجم من فبراير 2015، اربع سنوات او اكثر من اربع سنوات لم يسجل اي هدف حتى الان مع منتخب مصر، رغم انه كان مع مستر كوبر، مع مستر اجيري، والان مع كابتن حسام البدري. كل المباريات حتى اللعيبه وكل الفرص اللي خدها لم يقنعنا انه المهاجم القادر على يعني انقاذ منتخب مصر، القادر على استغلال الفرص، حتى الفرص التي تاتي لها تصرف فيها بشكل جيد يعني. هو الانتقاد للاثنين لعيبه دول بالتحديد، لان هم لاعبين بقيمه كبيره في اوروبا، وبيلعبوا في انديه كبيره، وبيقدروا يحرزوا اهداف ويقدروا يتالقوا يعني حسب كل مركز كل واحد يعني في الحقيقه. فاحنا كنا منتظرين منهم نفس الاداء اللي بنشوفه بره في بعض الاحيان، مش موجود، بنشوفه مع منتخب مصر مش موجود يعني للاسف الشديد مش موجود يعني. ففي لعيبه انت بتيجي ما بتعملش معاك حاجه خلاص يعني كفايه كده يعني، مش لازم يحجز مكان وياخد مكان ويكون موجود في تشكيل اساسي وضاع عليك، ادي فرصه لاي حد تاني يعني. فده كلام مهم جدا. عموما لا نستطيع الان الحكم على تجربه الكابتن حسام، فهي تجربه اولى وده منطقي جدا طبعا، للنني وكوكا باذن الله يكونوا، لا لا يا رب يكونوا من اعظم لعيبه العالم. انا بتكلم وعلى فكره بره ممكن بيكونوا كويسين وبيأدوا بدليل الناس شايفاهم وبيلعبوا كويس، لكن مع منتخب مصر احنا مش شايفين لهمش بصمه ولا لمسه مفيده لمنتخب مصر. لما مهاجم يقعد اربع سنين ما يسجلش هدف يا جماعه، طب ايه المشكله يعني؟ طيب التجربه بتاعت الكابتن حسام البدري، لا طبعا لا خالص خالص خالص، لا تاخد على التقييم على الاطلاق يعني. الراجل محتاج وقته، محتاج فرصته، محتاج مبارياته، لما يحط فكره، لما يحط رؤيته، اللعيبه لما تتعود عليه، لانه جامع لعيبه من مختلفه يعني، هو مش بيدرب فرقه دلوقتي موجوده ولا الفرقه تحت ايده شهر واثنين وثلاثه يعني، ده يا دوبك قعدوا معاه 10 ايام وشكرا والدنيا خلصت. اعتقد ان مره واثنين وثلاثه ومباراه واثنين وثلاثه هيفهموا فكره ويفهموا طريقته ان شاء الله. لكن الكابتن حسام لن يستطيع عمل منتخب قوي بدون دوري قوي، صح. ولن يكون لدينا دوري قوي بدون دوري منتظم، ولن يكون لدينا دوري منتظم بدون عداله وبدون تكافؤ فرص وبدون انتماءات وبدون ان كل واحد ياخد حقه في المسابقه وبدون تاجيلات. بالطريقه دي كابتن حسام بدري هيقابل نفس مصير مستر اجير. ما هو لو طبعا حصل عدم انتظام مسابقه، ما هتقعد مش هتلعب، هيجيب منين اللعيب؟ بالظبط. الدوري هو يعني الملعب الاساسي للمنتخب الوطني. هو الهدف الاساسي من الدوري من المسابقه دي ان تحصل على لعيبه دوليين، ويكون عندك منتخب قوي ومنتخب جيد ومنتخب مميز. لكن اذا فشلت في انك هتعمل دوري قوي خلاص، يبقى ما عندكش كره قدم يعني. ليه الاداء ما كانش حلو قوي في اول مباراه استاذ اوسي بالنسبه؟ انا هعتبر ان لسه اللعيبه ما تعرفتش على فكر المدرب، ولسه المدرب ما قدرش يحط كل فكره وكل اراء نظر لضيق الوقت، ولسه الفرصه ومتجمعين بعد فتره، ومتجمعين برضه من فتره كانت متذبذبه يعني. المنتخب كان متذبذبه، ما كانش ليه شكل وما كانش ليه شخصيه، فما فيش حتى اسلوب نمشي عليه. فلسه الكابتن حسام بيجرب ويشوف، واعتقد منح الفرصه لبعض اللعيبه لاول مره تظهر مع المنتخب، بتلعب مع لعيبه تانيين، فما فيش نوع من التجانس والانسجام بين اللعيبه. اعتقد ان معسكرات اخرى، مباريات اخرى، ستصنع نوع من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. ده شيء طبيعي، زي ما شفنا منتخب كابتن حسن شحات، كان في وصل لمرحله من التفاهم والانسجام، ان اللعيبه كانت حافظه بعضيها وكانت بتلعب كره جميله وبساسه يعني. عمرنا ما شفنا
الحقيقه يعني دي ازهى واعظم مراحل لكره القدم في مصر الفتره اللي كان 2006 و8 و10 تحت قياده الكابتن حسن شحاته الرمز الزملكاوي المحترم اللي نقيم له كل التقدير والاحترام يعني. اكيد. في المقابل بتاع المنتخب الاولمبي. ما انا كده ده اللي كنت عايز اسالك فيه. المنتخب الاولمبي يعني احنا مثلا بنقول المنتخب الاول ده اول مباراه كانت مثلا لكن المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب وجهازه الفني بقى لهم سنتين تقريبا لعبوا عدد كبير جدا من المباريات الوديه عشان يستعدوا لبطوله الامم الافريقيه عشان يتاهلوا باذن الله لاولمبياد طوكيو. تمام. هل متفائل باللي انت شفته من خلال التجربه الوديه امام جنوب افريقيا اللي كانت مذاعه لانها شافتها؟ ولا رايك ايه؟ اللي انا شفته؟ ايوه اللي انت شفته. للاسف اللي انا شفته ما بيدعوش خالص للتفاؤل. خالص للتفاؤل، يعني ممكن البطوله تتلعب عندنا ونتخطف وما ناخدش اي مقعد من مقاعد الثلاثه اللي هو مرشح ليها. طبعا هو انت المستوى اللي انت ظهرت بيه قدام جنوب افريقيا في المباريات اللي انت لعبتها ده يعطيك نوع من الامن انك لديك منتخب قوي قادر على الحسم. انت اخر مباراه يعني ركله جزاء اللي كسبان بيها الماتش وغير كده كانوا مستحوذين عليك ومسيطرين عليك وهم الافضل منك بدرجه كبيره جدا. ما شفناش حاجات بتتلعب، ما شفناش فكره، ما شفناش جمل، ما شفناش شكل للمنتخب، ما شفناش شخصيه المنتخب المصري. بالرغم من ان هذا المنتخب يضم بين صفوفي عدد كبير جدا من مواهب الكره المصريه اللي هم هيروحوا يحملوا رايه المنتخب الاول وكلهم لاعبين اساسيين في الفرق بتاعتهم يعني. فطبعا ان يكون عندك كل هذا الزخم من اللاعبين، ان تكون عندك كل هذه المواهب وتقدم لي صوره مهلهله بهذا الشكل ومنتخب بلا شكل بلا نوع بلا خطه بلا شخصيه بلا بصمه بلا اسلوب هجومي بلا اسلوب دفاعي، ما فيش وسط ملعب كويس، ما فيش، طبعا ده يخلينا نخاف كتير جدا على المنتخب الاولمبي وهو يلعب في احضان المحروسه الشهر المقبل علشان يروح الالعاب الاولمبيه. اعتقد دي فرصه كبيره جدا ومهمه جدا ان احنا نتاهل. هو احنا ممكن نعيش كابوس تاني زي الكابوس اللي عشناه في امم افريقيا اللي كانت المنتخب الاول هنا في مصر؟ ليه لا؟ تبقى مشكله كبيره والله. نتمنى طبعا ان ده يحصل، احنا ما نتمناش ده، احنا نتمنى منتخبنا يطلع الاول بجداره مش الثاني ولا الثالث، يطلع الاول بجداره ويتاهل الى الالعاب الاولمبيه اللي غبنا عنها لدورات طويله. طب اسباب الظهور بالمستوى ده ايه يا استاذ اوسي رغم عدد المباريات الوديه اللي اتلعبت مع الجهاز الفني ده ورغم تواجد عناصر مميزه جدا من لاعبين بيلعبوا دوري ممتاز ايه الاسباب يعني؟ كده الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا المفروض الجهاز ده، ما انت اصل انت يعني لما بتكلم عن كابتن حسام فدي اول مباراه واول تجمع واول لقاء واول تجربه. الجهاز الفني بقياده كابتن شوقي غريب مع منتخب بقاله فتره طويله جدا زي ما بتقول سنتين، لعبوا عدد كبير جدا من المباريات جوه مصر وداخل مصر وخارج مصر، المفروض تبقى خلاص استقريت على الشكل والخطه والاسلوب. انت مش جاي دلوقتي تجرب ولا تحط لعيبه ولا تغير 17 لاعب يعني هو انا بندهش انك انت بتجرب قبل البطوله بايام يعني. طب امال في السنتين اللي عدوا دول بنعمل فيهم ايه؟ الحقيقه احنا بنتكلم كلام لمصلحه مصر لمصلحه المنتخب واحنا بتربطنا علاقات طيبه. الكابتن شوقي فوق راسنا وصديق عزيز جدا وراجل نحترمه واكيد هو بيحترمنا، لكن احنا بنتكلم في حاجه نقديه. اين شخصيه المنتخب الاولمبي؟ انا بسال كابتن شوقي يعني فين دورك ودور جهازك الفني في ايه الشكل اللي بيلعب بيه منتخبنا؟ ايه الخطه اللي بيلعب بيها؟ ما هذا التواضع البدني وهذا التواضع الفني وهذا التواضع التكتيكي موجود في الملعب؟ مش شايفين كل ده خالص في الملعب. الحقيقه المنتخب شكله يدعو للحزن يعني انا يعني مش مطمن، لكن مش هقول مش متفائل، الامل يظل دايما كبيرا يعني أكيد باذن الله وهنكون على ارضنا والجمهور وفي المباريات الرسميه الدوافع والحافز بتبقى اكتر والكلام والتحفيز كل ده كلام جميل جدا، بس اذا يعني فقد الشيء لا يعطيه. ما لم يكن عندك شيء وعندك فكر وعندك رؤيه وعندك مخزون بدني وعندك اداء بدني ولاعب مباريات وديه كتيره جدا ومستقر على شكلك، انت المفروض بتحفظ اللعيبه خلاص في الوقت ده. انا بص اللي ظهر ده ان كابتن شوقي ما استقرش حتى على التشكيل يعني لغايه دلوقتي. هتقول لي مدي الناس فرصه، المفترض ان حضرتك اديت الناس فرص كتيره جدا. مستقر دلوقتي على 10 11 12 13 4 15 لاعب مستقر عليهم وان ده هيكون تبديله كويسه وان ده هيقدر يلعب وده اساسي وفي لعبة مش هتطلع من الملعب، المفروض الامور ده منتهيه يعني تماما يعني. فنتمنى ان الوقت القصير المتبقي يستطيع كابتن شوقي غريب ان يلملم اوراقه وان يعيد التوازن للمنتخب ان شاء الله وكلنا نصيب في حجز تذكره من التذاكر ان شاء الله. نتمنى له كل التوفيق في الحقيقه يعني، لكن برضه هو سؤال بيطرح نفسه يا استاذ اوسي يعني كابتن شوقي غريب الانجاز الوحيد اللي عمله وطبعا انجاز كبير جدا الفوز بالبرونزيه كاس العالم 2001. الفكر الكروي
في 2001 من 20 سنه تقريبا يعني، بيختلف عن الكوره دلوقتي والتعامل. يو يا عم امير كتير كتير جدا، مفيش مقارنه خالص بالكوره من 20. انت بتتكلم عن كره قدم من 20 سنه لكره القدم دلوقتي. بس في بعض يقول لك اصل السي في والكابتن شوقي غريب جاب برونزيه. لا ماشي، السي في ده يعني السي في انت عامل المراحل، يعني السي في ده مرحلتك كلها دلوقتي. لما تيجي تتكلم على مثلا امير اعلامي السي في بتاعه، وبالمناسبه مبروك الجائزه التميز اللي انت خدتها. الله يبارك فيك يا استاذ. اه والله نسينا ان الجائزه تستحقها يعني. مبسوط بيها جدا. انا عايز اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي، لان ده دايما بيبقى داعم، واي حد بيبقى محظوظ ان هو يكون متواجد وبيشتغل داخل اي حاجه بتنتمي للنادي الاهلي. وطبعا القناه يعني بنهنيك وبنهني فريق الاعداد الحقيقه، ناس محترمين وعاملين شغل. البرنامج عامل شغل كل انه يفوز بالمركز مميز، واخد جائزه التميز الرياضي اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، ودي جائزه رسميه، فده شيء مهم جدا يعني. فبقول مثلا لما تيجي تتكلم على سي في مثلا لامير، امير مع اهله كذا، حصل على جائزه كذا، قدم برامج كذا، عمل كذا، كل ده مش هاجي اقف عند خد البكالوريوس سنه انت صغير طبعا لسه 2010 خد البكالوريوس سنه 2010 ده كان مميز جدا، ناخد البكالوريوس بامتياز في 2010. طب ما بعد 2010 حصلت 9000 حاجه ثانيه، ومفروض طور بالزبط. نفسه وقدم نفسه طبعا. وخد دراسات، والدنيا اختلفت تماما. تطوير دي جزء تطوير أمان. التعليم التدريب ده علم كبير جدا وعلم غزير جدا، ومفروض تتابع على كل الدنيا. ودايما الناس بيفاجئونا بخططه وبالعابه وبافكاره وبتاع، زي ما مستر فايرل شفنا بيعمل ايه في كره القدم. اعتقد بيقدم لنا طبق جديد، طبق كروي جديد جدا، ممتع كده، شهي ولذيذ كده، نستمتع بيه واحنا بنشوفه ده يعني. فوحشنا بصراحه. وحشنا والله يعني، ست ماتشات والله العظيم وحشونا الاهلي وحشنا، عايزين نستمتع باداء. فبالعكس انا كنت خايف مثلا على لاعب زي رمضان صبحي، كان وصل لمرحله عاليه جدا. شوف رمضان صبحي مع الاهلي ايه، شوف رمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي ايه. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ صح، برافو عليك. انا خايف لحظه رمضان يكون نسي اللي اتعلمه في الاهلي. لا مع كل طبعا يعني الاحترام طبعا طبعا كل الكابتن شوقي غريب والدعم، وهنفضل نسانده وندعمه طبعا، ونتمنى له التوفيق يا رب وباذن الله يقدروا ان هم يحققوا لنا المراد ونتاهل لاولمبياد طوكيو 2020، وباذن الله نفوز بالبطوله كمان دي على ارضنا يعني، ده اساس جماهيرنا يعني. ان شاء الله كابتن شوقي يظبط الامور ويعالج كل الاخطاء والسلبيات، واعتقد ان فرصه اخيره ليه باذن الله. وكابتن شوقي ابن بلدي مصري اصيل محترف جدا، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، ويفرحنا ويفرح الجمهور المصري في كل مكان ان شاء الله يعني. في خبر كده قدامي اللي هو من يوم السابع بيتكلم عن المنتخب الاول بالتحديد، هرجع له بس في الخبر ده، بيقول لي المنتخب يتواصل مع كهربا قبل اعلان قائمه مباراتي كينيا وجزر القمر. مدى اهميه لاعب زي كهربا مع منتخب مصر، وخصوصا الكابتن حسام البدري يعني مقتنع جدا بالكهربا ويرغب في ضمه للمنتخب، وهيتابعه خلال فترته الجايه مع نادي البرتغالي. طبعا المنتخب مصر محتاج لكل المواهب يعني، اذا كان كهربا يلعب بشكل منتظم وهم متابعينه بيتفرجوا على المباريات ووصل لمرحله فنيه وبدنيه مميزه مع الفريق البرتغالي الذي يلعب له، فطبعا كهربا اضافه وكان مهم جدا، وشفناه يعني اخر فترات توهجه مع المنتخب كان في امم افريقيا 17، كان لاعب قوي ولاعب مميز وكان ليه بصمه، وقدر يعني يساهم بدرجه كبيره جدا في وصول المباراه النهائيه. فنتمنى ان حد زي كهربا يرجع بشكل قوي وشكل مميز ويلعب ويرتدي ويدافع عن الالوان المصريه يعني. احنا اللي يهمنا بالدرجه الاولى ان اللعيبه اللي في الاهلي واللي في الزمالك وفي كل حته ان يدافع عن منتخب مصر، يكون عندنا كره كويسه وكره مميزه، وان احنا ان شاء الله ننافس على كاس الامم الافريقيه المقبله ونفوز بها ونتاهل الى المونديال ونظهر بشكل كويس في المونديال، ده اللي بيعبر عنا ككره قدم طبعا اساسي. عايز اختم برساله اتحاد الكوره. رساله اتحاد الكوره يعني عد الى صوابك، التزم بما اعلنته، توقف عن هذه الاداره العشوائيه للمباريات يعني، استمع لصوت العقل و يعني دير المسابقه بشكل عادل وبشكل يكون فيه تكافؤ فرص بين الانديه، ده اهم حاجه لنجاح المسابقه. غير كده ابعد الانتماءات خالص عن اي حاجه، مهم قوي مهم قوي، ابعد الانتماءات خالص عن اي حاجه، واشتغل بس للمصري وللكره المصريه وللدوري المصري، وان شاء الله ربنا يوفقكم في اتخاذ القرار السليم، ونتمنى ان تخرجوا من هذا المأزق الذي وضعتمونا جميعا فيه يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم ان هم يقدروا يعالجوا كل هذه الامور. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا بتواجدك معانا. ربنا يخليك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك في كل مكان. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا، حلقه الخميس من كلام في الميديا. بكره احنا اجازه، ويوم السبت هنكون معاكم طبعا مفيش ماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، فهنكون معاكم يوم السبت الجاي ان شاء الله، ونواصل اخبارنا وتغطيتنا لكل ما هو جديد يخص الكره المصريه بشكل عام، ويخص بالتحديد كمان نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا يوم السبت ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.